بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. كيف نتوقع النتائج ولم نأخذ بالأسباب؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. المنطق بيقول المقدمات تقود إلى النتائج، وأعتقد المقدمات واضحة جدا. إيقاف طويل تعقبه حالة ملل طويلة، فماذا كنا ننتظر من مستوى؟ احنا عشان نتكلم على ما يعيشه الشارع المصري من تناقض وتأرجح بين الإحباط والأمل، الإحباط من أداء الفريق الأول والأمل في نتائج وأداء مشوب بالحماسة الغالبة والمهارة الفردية، لكن أيضا مش عايزينه يخبلنا ان احنا في كرة القدم مش ماشيين صح. يا استاذ ابراهيم، اتغيرت كل شيء ولم تتغير الاسباب، عايزين نتائج مختلفة ازاي؟ صحيح اتغيرت كل الاشياء، لكن بالتأكيد النتيجة هتكون هي نفس النتيجة، ده المنطق. عشان كده فيه مناقشة الكتير لحلقة النهاردة لأزمة المنتخب وأزمة التوقف، وكيف لا نتعلم الدرس، وكيف لا نستفيد من أخطائنا دائما وأبدا. لكن كمان فيه كلام مهم جدا عن الأهلي وللأهلي وبمناسبة الأهلي. النهاردة الأهلي بيستعد بقوة للاستئناف، عودة الدوري إن شاء الله تعالى. لا يلعب مباراة ودية بكرة يا باشمهندس مع الاتصالات لتجهيز اللعيبة اللي موجودين. انتوا عارفين الدوليين مع المنتخب في رحلته في جزر القمر بعد ما تعادل النهاردة، والأولمبيين مع المنتخب الأولمبي. ريني فايلر المدير الفني بيركز في مباراة الاتصالات بكرة على المجموعة اللي متاحة ليه من اللعيبة علشان يجهز كل الناس لمباراة الجونة اللي هتبقى يوم 25 هذا الشهر في الغردقة إن شاء الله، يطلع منها مباشرة على تونس عشان يلعب النجم الساحلي. هيسافر من بره الغردقة، من مطار الغردقة على تونس بالظبط، وهيلاعب النجم الساحلي زي ما قلت لكم في استاد رادس يوم 29 هذا الشهر، ودي الجولة الأولى في المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا. تمرينة الأهلي النهاردة كان فيها تركيز على الكرات العرضية وعلى التسديد من بره، وفي بعض التدريبات البدنية، وفي اطمئنان على بعض اللاعبين اللي موجودين حاليا. ريني فايلر في التدريبات عمل تقسيمة قوية جدا بين اللعيبة، وحرص على تنفيذ أو تصحيح الأخطاء أولا بأول، والله يكون في عونه. يعني نطلع من لاعب ندخل في لاعب في الإصابات يا باشمهندس. يعني شوف، هو الإصابات أصبح هو أول ناس عملها محتارة، هو الملعب، هو الأحمال، هو السهر، هو اللعيب، نظام حياته، أكله، إعداده، لكن مش عارفين يتلمسوا إن إحنا يا جماعة الظاهرة بقت عامة، الظاهرة بقت عامة وتتركز بشكل خاص في النادي الأهلي، لأن هو النادي اللي عليه ضغوط أكتر من غيره. فلكن لا الملعب لوحده مسؤول بدرجة طفيفة جدا، لأنه ما هو كل اللعيبة تتمرن عليه. وشمعنا دلوقتي؟ ما طول عمره التتش كان كده. في اصابات بره التتش، ما حمدي فتحي كان في ملعب، وده اللي عايز اقوله، مع المنتخب، وفي اصابات اخرى في انديه اخرى. لكن نظام وروتين وفلسفه اداره كره القدم في مصر هي اللي ما حدش راضي يبص لها. هي اللي مطلعه لي اللعيب مش متاسس بدنيا صح، هي اللي مطلعه لي الدوري العشوائي، النظام الكروي العشوائي. يا استاذ ابراهيم، لما تغير انت من قبل كاس العالم من بعد كاس العالم، وصدمتنا في الاداء المخيب للامال في كاس العالم، ومشينا الجهاز الفني، ايه اللي قلنا انه صاحب فلسفه دفاعيه مش صاحب فلسفه هجوميه؟ ولكن يبدو ان الراجل ده كان قايسنا صح، كان قايسنا وقايس ان احنا ما نقدرش نروح ابعد من كده، فعمل الماكسيمم معانا بهذا الاسلوب. جبنا اجري وقلنا يا مهاجم هيغير الجلد، ودينا له اهداف بعيده، وبعدين فاجئناه طبعا باهداف قريبه،
لكن هو نفسه اختياراته كانت صادمة. نخش بقى في ايه؟ في الاسباب. ما انت وهقول لك ما هي الاسباب، يعني هقول اقصد ايه بالاسباب. اختيارات مخيبة للامال، اختيارات فيها عناد شديد جدا، فيها علامة استفهام جامدة جدا، جهاز فني لناس ما لهمش ادوار، سلجادو على سبيل المثال، همهمات عن تأثير وكلاء اللاعبين في كل شيء، شفناها في اختيارات لعيبة بتيجي باستمرار وعليها علامات استفهام ومفيش تطوير ولا تطور، لا هم بيتطوروا ولا احنا بنطور ونجيب غيرهم. لحد ما جت انفجرت أزمة بيراميدز مع الجهاز الحالي، اتغير الجهاز بعد كأس الأمم اللي فيه كانت صدمة في الأداء، صدمة في النتائج، صدمة في ان احنا بنخرج من أدوار مبكرة في أروع مشهد تنظيمي و و و و وبنية أساسية ربما وتحتية في تاريخ كأس الأمم. عشان يعني يقولوا لنا لا هنبوظ لكم الفرح، هنبوظ لكم الفرح. فوضى عارمة في كأس العالم سمعنا عنها ورجعوا نفوها. أخطاء قبل السفر من مسؤولين وأثناء البطولة وتبريرات واهية هشة بعد العودة. ونفس الأسباب بنفس الفلسفة ماشيين. تيجي كأس الأمم، فوضى عارمة ولعيبة بقت أقوى من الإدارة وأقوى من الأجهزة بتاعتها، لدرجة فقد التعاطف قطاع كبير جدا جدا من الشارع المصري مع المنتخب. في أزمة سميت بأزمة عمرو وردة. أنا بقولش عمرو وردة يستحق أو لا يستحق، أنا بقولش عمرو وردة جاني أو مظلوم، لكن عندما يصدر قرار لا يغيره اللاعبون تحت أي ظرف من الظروف. صحيح. لو كان هو مين اللعيبة دي؟ وبعدين يجي المنتخب الآن ظروفه أصعب من أي وقت مضى، خلينا واقعيين، لأنه ما قدرش ياخد عناصر مهمة جدا من المنتخب الأولمبي، حركة غير محترفة بالمرة من كل الأطراف في أزمة بيراميد من بدايتها، وبرضه وراها كلام عن وكلاء لاعبين. اتعالجت، ابتدت غلط واتعالجت غلط ودفعنا ثمنها. ثم الإصابات اللعينة، لأن قاعدة الاختيار شملت كل الذين يأملهم الشارع المصري. يعني المرة دي ما كانش في خلاف أنت سبت مين، ما كانش ساب حد. أي ست سبع لعيبة من بيراميد ما راحوش، ثلاث أربع لعيبة اتعوروا، ثلاث أربع عناصر كان ممكن يستفيد منها من المنتخب الأولمبي، بيلعب بمجموعة تكاد تكون مجبر عليها. لكن بهذه المجموعة التي تكاد تكون مجبر عليها، أنت بتخوض ماتشات مع كينيا، جزر القمر، توجو. أي من أول ماتش بتسوانا وغينيا، غينيا وبتسوانا الأداء مقلق، تكسب واحد بالعافية بتضيع، بس كنت بتسيطر وبتضيع. لكن في الأداء الرسمي لا أنت أمام كينيا كنت كويس ولا ضيعت بالكثافة الواجبة، بالعكس مرمك تهدد ويطلع الشناوي هو بطل المشهد. مؤلمة جدا. جزر القمر، حد قال لنا مين جزر القمر؟ تعالى بقى كلنا نتكلم بقى، لا الأجهزة الفنية قالت لنا مين جزر القمر، ولا حد طلع حلل لنا جزر القمر، ولا حد فرجنا على ماتشات لجزر القمر. وأصبحنا كلنا كأن جزر القمر دي دولة بتتهجى كورة عشان نشوفها النهاردة، ان عندها لعيبه مبدعه احرجتنا بالبلد كده، علمت علينا النهارده، قطعونا، علمت علينا وقطعونا مهارات فرديه. مع الناس دي لو خدت خبرات يا استاذ ابراهيم وخدت دوافع وخدت كسر الدنيا تروح في حته ثانيه. طيب ما هي الاسباب؟ غيرنا كل حاجه. الاسباب إن إحنا مش جادين في العلاج، إن إحنا بنفس الأفكار مستمرين، بنغير الأفراد بس تشعر إن البابيت مان اللي ماسك الخيوط واللعبة من ورا الستارة هو 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 اللي بيحرك، المسؤول المتصدر المتصدي للمشهد العام. والدليل على كده
ان كاس الامم الافريقيه الماضيه دفعنا الثمنا فادحا لتاجيل الدوري، ما زلنا نعاني منه. جاء اللجنه الخماسيه الوصيه على الكره المصريه للاسف الشديد التابعه للاتحاد الدولي ولا يستطيع ان يناقشها احد. قلنا هو دي يمكن اللي تصلح الدنيا، لان ما عليهاش ما حدش يقدر يتحركها. اتريا جايه متحركه. جايه متحركه خلقه. ولا حاجه من اللي قالوا عليها تمت. لا جدول منتظم ولا تطور في التحكيم ولا انتظام في المسابقه، انتظام في المسابقه ولا حساب للمخطئ. المشهد هو هو يا اخوانا. ولا تفعيل للجنه الانضباط. ما هو حساب للمخطئ. ها. لا من لجنه مسابقات فيه ولا لجنه الانضباط. اكن الصمت الرهيب احسن حاجه، سيبهم يقولوا اللي هم عايزينه ونعمل اللي احنا عايزينه. في شيء قدامك شفاف، انت عمال شايف نفس مش هنجيب اي نتائج غير اللي بتتحقق كل مره، لان الاسباب ما زالت السيطره على كل مقامات كره القدم هي هي بنفس العقليه. ما فيهاش صالح مصر، مستبعد منها الصالح العام، لكن قريب منها مصالح شخصيه وانتماءات هي اللي بتحرك المشهد. ما زال المشهد يتحرك في نفس الاشكال. احنا يا استاذ ابراهيم كنا متصورين ان نتيجه كينيا يعني يوم سيء للفريق. النهارده بيقول لك لا، دي طبيعي، دي نتائج مستوى وربنا كرمنا فيها. يعني نتائج مستوى وربنا كرمنا فيها كمان. اذا انت في القادم انت مهدد انك ما 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 ما, ما تخشش الا اذا حصل برضه استدعيت روح غير تقليديه وتوفيق غير تقليدي. انت عندك توجو الماتش اللي جاي، ان ما كسبتوش بنتيجه كبيره تبقى توجو بالسلامه، تبقى توجو بالسلامه، مش هيحصل حاجه، لان بعد كده انت هتخرج مرتين. ده هيبقى في اغسطس 2020 للي يعيش. والله يمكن رحمه الماتشين مع لا بعض في, لا في اغسطس، يمكن رحمه بينا الماتشين يبقوا في اغسطس تتغير الاحوال. لان انت انا متخيل ان الدوري اللي كان بادي قوي على الاقل يا اخي عندك حد بيلعب كوره وفي تناغم في الاداء وفي شكل، كنت سيب الدنيا يا اخي ماشيه. هو انت انت بتوقف الكوره علشان تنقذ مين ولا تلحق مين ولا تعمل ايه؟ اسباب امنيه ماشي، راحت الاسباب امنيه تاني يوم نلعب في حته تانيه او تالت يوم، ويلعب الدوري بالسيكونس والترتيب بتاعه. الشفافيه غيب، الاراده في ان الدوري ينتظم مش موجود، مش موجود. طب هنلعب ازاي وانت اللعيب رايح لك للمنتخب ناقص لياقه، ناقص لياقه بدنيه طبعا في اول الموسم، ما فيش انتظام في المسابقه تجهز اللعيب من خلال منافسه قويه حقيقيه، ناقص لياقه ذهنيه ونفسيه طبعا، لان مش واخد حاسس ان الدنيا مش جد. اذا اردنا كره القدم نملك المواهب، نتائج المنتخب الاولمبي بتقول كده. ده المنتخب الاولمبي محروم من المع نجومه طاهر محمد طاهر وناصر ماهر ومحمد محمود وعناصر مهمه جدا جدا جدا، بخلاف ان في ارهاق واصابات الناس بتتحمل على نفسها وهي بتلعب. فانت بتلعب بمهارات فرديه لثلاث اربع لعيبه بيعملوا لك الفارق وحماس جارف وجمهور اصبح بيثق في الفرقه دي وحاطط امله كلها فيها. ربنا يستر علينا في الادوار الاقصاء بقى، لان احنا الخطر الحقيقي ما بيبقاش في المجموعات علينا، في الادوار الاقصائيه خروج المغلوب. يا رب ان احنا نقدر نوفق ويدينا امل جنوب افريقيا يوم الثلاثاء. ان شاء الله. ما هو بكره ان شاء الله. فنتمنى التوفيق يستمر معانا والحماس يستمر معانا، وربنا يحمينا يا رب من الاصابات، ونقدر
نبقى عندنا فسحة من الوقت كلنا نراجع، كلنا نراجع نفسنا، هو احنا عايزين ايه للكرة المصرية؟ نراجع نفسنا ونتعلم من أخطائنا، لأنه الحقيقة اللي قاله المهندس عدلي أبرز ما فيه هو احنا ليه ما بنستفادش من أخطائنا؟ هو احنا ليه بنكرر أخطائنا بامتياز؟ ليه احنا حريصين على انه اللي وقعنا فيه قبل كأس العالم لما وقفنا النشاط المحلي فترة طويلة جدا بحجة إعداد اللاعبين؟ الناس زهقت والناس ملت وكانت النتيجة اللي انتوا شفتوها. رجعنا كررنا نفس الخطأ تاني قبل كأس الأمم. الناس من ضمنها النادي الأهلي كان بيطالب ان الموسم يمتد او يخلص الدوري قبل كأس الأمم، وده إعداد كويس قوي وتخلص الموسم قبل بداية البطولة. لا، وقفنا ورحلنا ورمينا كل حاجة لبعد كأس الأمم. كانت النتيجة الناس دخلت كأس الأمم بالحالة اللي انتوا شفتوها، ثم نكرر الخطأ بامتياز للمرة الثالثة مع الجهاز الفني الجديد، نوقف الدوري كل هذه الفترات. يا سادة مدربين المنتخبات، لو باستمرار عايزين توقفوا الدوري فترة طويلة عشان تاخدوا اللعيبة في حضنكم، خدوا بالكم انتوا بتدمروا الفرقة. خدوا بالكم ان كل التجارب السابقة قالت العبرة مش بالإعداد لفترات طويلة. أنت عندك لعيبة جاية من بداية موسم الناس لعبت فيه 4 أو 5 أو 6 ماتشات، أندية مشاركة في البطولات الأفريقية عندها درجة من الجاهزية البدنية والذهنية، ما عندكش مبرر. بتاخد الناس عشان تبدأ تعمل أحمال، عشان تبدأ تقرص عليهم جامد. ممكن نقف عند كلمة أحمال دي؟ يتعور اللي يتعور. ما هو تفاوت الأحمال أستاذ إبراهيم بين المنتخب والأندية بيعرض الناس للإصابات. انتوا مش واخدهم جاهزين. فانت متصور انك تقدر تعدهم من خلال المنتخب. التصور ده مش حقيقي. المنتخب لا يعد بدني. ما كانش ياخد اللعيب جاهز بدني، ويبقى المنتخب ده بيلم اللعيب عشان الخطط، لا عشان يعالج لعيبه ولا عشان يعد اعداد بدني. هو ده اللي لازم يتغير، فلسفه الاختيار بالنسبه للمنتخب وفلسفه العمل. انت مختار لعيبه دوليين، يعني هم النخبه، هم الصفوه، هم الكريمه بتاعت العناصر اللي موجوده عندنا، جاهزين من كل النواحي، مش محتاجين ان انا اخدهم واستعمل عليهم احمال بدنيه تانية وهم جايين من كل انديتهم، فتكون النتائج توالي الاصابات باستمرار. لازم تدرس المشاكل الفنيه اللي موجوده، محتاجه اجابات فنيه او الارهاق. اتحاد الكوره لازم ان يكون عنده رؤيه فنيه. امبارح سمعت الكابتن عصام عبد المنعم قال، وبخبراته الفنيه والاداريه، قال ان اللجنه بتاعت اتحاد الكره، اللجنه الخماسيه، ما عندهاش الرؤيه الفنيه اللي تخليها تختار مدرب او تقيم عمله. فقال ان هو كان المفترض هم نفسهم يشكلوا لجنه فنيه معاهم من كبار خبراء الكره ومدربيها القدامى عشان يقدموا لهم الراي الفني، وده مش عيب، ده المطلوب وده الصح. انت بتجيب لجنه حكام من خبراء التحكيم، عندك إدارة مسابقات، عندك إدارة شؤون لاعبين. اللجنة الفنية مهمة جدا، دور المدير الفني للاتحاد لازم أن يفعل. أنتوا حاطين الدكتور محمود سعد، يا إما يقدم المشورة ويقدم الرأي وتاخدوا بيها، يا إما تقولوا بيقدم أو ما بيقدمش، لكنه في النهاية هذا البوزيشن، هذا المنصب اللي موجود لازم أن يبقى له دور فعال، لازم أن تاخدوا بيه. لأنه لو ما خدوش برأي جوهري هياخدوا برأي مين تاني؟ وجه كابتن فاروق جعفر، وجه كابتن محمود سعد، وجه كابتن طه اسماعيل، ما بياخدوش كل الناس اللي مرت على منصب الدكتور عمرو ابو المجد المدير الفني. لا، ده المدير الفني مهم جدا. فبالتالي كل هذه المشاكل الفنيه، في تكرار الاصابات، في الملل من توقف المباريات، ما تصدقوش المدربين اللي عايزين يوقفوا الدنيا فتره طويله، لانه اتكررت مع كل الاجهزه اللي فاتت وكانت النتيجه نفس المنطق، نفس النتيجه المنطقية. كان فيها ايه المشكلة ان الدوري يفضل منتظم بالقوة اللي كان شغال بيها لغاية قبل مباراة ده احنا بنلعب مع كينيا؟ كان فيها ايه يا استاذ ابراهيم؟ ان الجهاز الفني ده من بعد كاس الامم على طول، انت عارف الرئيس سهلها لهم. انت جيت بعد كاس الامم والرئيس قال لهم المدرب مصري. اذا شلت كل الضغوط والاحتمالات للمدرب الاجنبي واللوصه انك هجيب مين. واصبح بتختار من القماشه اللي انت حافظها صم. لكن نتيجه الصراعات 100% اللي اخر القرار صراعات فرديه، ده عايز ده وده عايز ده وده عايز ده، اكيد
واخد بالك؟ أكيد. طيب كنا جبنا نفس الاختيارات حتى بس من بدري الشغل كان هيبقى مختلف، كان هيجي فترة الإعداد يتفق مع الأندية على فترة الإعداد وعلى التجهيز وعلى الأحمال ويبتدي ينسق وعلى مهله وبيختار وكل حاجة. لكن هو أيضا جاي متأخر، ما هو لازم نعذر برضو الأجهزة الفنية وهي بتشتغل، جاي في ظرف مش سهل متأخر. أنت دلوقتي طالب منه أنه يجهز بدني ويختار، يختار صح ويجهز بدني ونفسي وبعدين يشتغل خططي وما يحصلش عنده إصابات. دي كلها حاجات في الظرف اللي هو فيه ما يضمنهاش. أنا مش ببرأ ومش بدافع ومش بهاجم، بس عايز الناس تبص على المشهد مرة، يبصوا على المشهد عشان ما يتكررش معانا. عايزين نشتغل صح إن شاء الله هنجني النتائج كمان سنة أو اتنين أو تلاتة، زي الناس اللي بتقول لك ألمانيا في سنة كذا أنا هكسب كأس العالم. حصل تخطيط علمي. طيب أنت كنت طرحت نقطة مهمة جدا، تأثير تغير أحمال الأحمال البدنية للعيبة في المنتخب على عملية الإصابات. هل الإصابات ناتجة عن أنك أنت الأحمال البدنية الموزعة على اللعيبة في المنتخب ليها تأثير ولا لا في الإصابات؟ الحقيقة اللي لافتة جدا. معنا على الهاتف الدكتور وليد عبد الباقي طبيب الأهلي السابق. دكتور وليد أهلا بيك. أهلا أهلا أستاذ إبراهيم، زي الأحوال؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. الله يوصل له تحياتنا، يعني احنا نسعد ان احنا نبقى معاك النهارده يعني. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور وليد جميل. طرحنا سؤال، ايه مدى تاثير اختلاف الاحمال البدنيه بين لعيبه المنتخب في الانديه بتاعتهم لما بيروحوا المنتخب؟ هل تغير الاحمال البدنيه وجرعاتها سبب من اسباب الاصابات؟ الاول هل في تنسيق بيبقى بين مخطط الاحمال هنا ومخطط احمال النادي؟ في تقرير بيتاخد من الانديه؟ هو دي النقطه اللي عايز اتكلم فيها، يعني دي اهم حاجه في الموضوع. ان المشكله ان اللي بيقع عليه التدريب هو اللاعب، واللاعب ده مشترك ما بينهم جميعا. لازم يبقى في تواصل ما بين الاجهزه، سواء اجهزه المنتخب والانديه، او لو كان بيلعب اللاعب كمان في منتخب ناشئين وبيلعب في ناديه مثلا في اكثر من فرقه، في النهايه اللاعب هو اللي بيقع عليه الحمل التدريبي. لو ما فيش تنسيق ما بين المدرب وما بين المدرب اللياقه او الاحمال ما بين الاماكن وبعضها، هيبقى في النهايه اللي عليه اللوم او اللي هيقع عليه الاصابه هو اللاعب. فبالتالي لابد من وجود تنسيق ما بين الاجهزه المختلفه علشان نبقى نوصل في النهايه لحاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا نقنن الحمل اللي هيقع على اللاعب، وان احنا نقدر نحدد الفروقات الفرديه ما بين اللاعب والتاني، لان في انديه بيبقى فيها احمال، انديه بيبقى فيها احمال اعلى، مدربين مختلفين في كل الانديه، مدربين احمال مختلفين. في النهايه عايزين نوصل لتقنين حمل جيد علشان ما يبقاش في حد عندنا مصاب. النقطه الثانيه ان احنا نوصل للتوازن اللي المفروض نحققه ما بين الحمل البدني وما بين اللياقه البدنيه وما بين فترات الراحه والاستشفاء، لان في لعيبه مثلا بتشارك في منتخب شباب وبيلعبوا في ناديين ممكن يشاركوا في فرقتين، فرقه اكبر وفرقه اصغر، فبالتالي يعني كده بيلعب كتير. هل هو فعلا في حد مسؤول عن ان هو يقنن له الحمل اللي المفروض يبقى بيقع عليه، فترات الاستشفاء بتاعته او فترات الراحه؟ المفروض الحاجات دي تبقى في تنسيق عشان في النهايه ما يحصلش اصابه للاعب. الجزئيه الثانيه ان احنا برضو عندنا مشكله في معايير التقييم البدني. يعني ممكن اللاعب يبقى فتره اعداد في النادي وبعدين يروح المنتخب فيتقال لا ده محتاج اعداد ثاني، احنا هنعمل له اعداد ثاني وهكذا. فبالتالي يعني ايه المعايير بقى؟ يعني احنا بنخضع احنا لمعايير فرديه ولا بنخضع لمعايير باجهزه ولا يعني ايه المعايير اللي بتحكمنا يا دكتور دلوقتي؟ والكلام على المعايير في فتره ما انا كنت مسؤول عن النشاط الرياضي في النادي الاهلي، وبعدين تواصلت مع المركز الاولمبي اكتشفت ان في اجهزه لقياس الاداء العضلي عشان يقول العضله دي صغيره العضله دي كبيره، عشان يبقى اسرع يبقى انمي العضله دي، القبضه بتاع يعني. كان في عندنا احد الرماه الابطال افريقيا والتحليل العلمي طلع ان قبضته ضعيفه على رمي القرص. فتخيل يعني ده يعني انا كنت في لقاء من حوالي اسبوعين كده في القناه، وكنا يعني اتكلمنا برضو من فتره على ان احنا كنادي اهلي كان نفسنا ان احنا نعمل وحده قياسات. وحده القياسات ديت في جهاز اسمه ايزو كاينتيك ستادي وفي جهاز للبالانس، نقدر ان احنا عن طريق الاجهزه ديت
على الاقل يبقى في عندنا فكره علميه لتوزيع الكتل العضليه وقوه القوه الكتل العضليه والتوازن ما بينها. احنا طبعا يعني نقدر نعمل كده بشكل علمي، يبقى معاها الجزء البشري في التقييم، وده لابد هيبقى موجود لان احنا صعب ان احنا نلغيه، ده لابد انه هيبقى موجود، لكن يبقى مصحوب بيه جزء علمي في ان احنا نقدر نقيم الكتل العضليه وقوتها وتوزيعها. فانا شايف الابحاث دي يا دكتور تقدر تتنبأ عن احتمال تعرض العضلات للاصابه او التقلصات الطويله؟ طبعا، لما يبقى في مثلا حوالين مفصل معين في عضل اقوى من عضل، وربنا خلق لنا العضلات متوازن يعني في تقابل ما بينها، لو في ناحيه اقوى من ناحيه تانية ممكن تصيب اصابه بالمفصل او حوالين الحوض. انا اعتقد ده احد اسباب اصابات ووتر اكيل. احد اسباب اصابات ووتر اكيلس ممكن طبعا، لو هي يعني كل اسباب الاصابات ممكن، اللي هي الاصابات العضليه بالذات ممكن ان احنا نقدر نحط لها تقييم، لو احنا فعلا حطينا بعض المعايير العلميه شويه في تقييم الوضع البدني للاعب. الجزئيه الثانيه اللي كنت عايز اتكلم فيها اللي هي مراعاه الجانب النفسي برضو، اللعيب لما بيتحط تحت ضغط جامد ويبتدي يبقى الضغط من النادي والضغط من المنتخب وضغط من الجماهير، هو خايف على نفسه ان هو يبقى اداؤه مش كويس، مراعاه الجانب النفسي ده من الحاجات المهمه جدا. الجزئيه برضو التغذيه ومتابعه الاوزان، تنبيه على اللعيبه برضو في سلوكياتهم في لعبهم مع بعض، ما يبقوش خشنين في لعبهم مع بعض، يعني نبقى مراعيين بعض اسلوبهم في الاصابه والتعرض للاصابه، وان انا اسلوبي ان انا اما ادخل ما ادخلش يعني بغشامه شويه زي ما بيقولوا، لما اقع بالطريقه الفلانيه، يعني يبقى في نوع من المرونه كده والرشاقه علشان ما ابقاش كل شويه بتعرض لاصابه. والحاجه الاخيره المهمه جدا مراجعه ارضيه الملاعب هو ده السؤال يا دكتور، هو ده السؤال، هل ارضيه الملاعب عندنا ليها هذا التاثير المباشر؟ بس احنا عايزين نتفق ان 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 اولا ان الاصابات ما دام بنلعب لعبه كره قدم لازم هيبقى فيه اصابات، بس بالنسبه المعقوله، يوم ما بتزيد الاصابات نبتدي ندور على الاسباب، والاسباب يعني كتيره، يعني ايه، في معاملات او معاملات كتيره ممكن تدخل في المالتي فاكتورز، يعني فممكن اكتر من سبب. احنا ما نقصدش ان الملعب يبقى الملعب اذا هم بتوع الملاعب اللي عاملين مشكله، او لما بنتكلم في التدريب يبقى اذا اللي بتوع اللياقه هم اللي عاملين مشكله، لا، هو وارد تيجي الاصابه بسبب يعني مشكله من احد هذه الامور، وممكن تيجي الاصابه من يعني كل واحد ادى اللي عليه، وربنا قدر ان يبقى فيه اصابات، يعني ده طبيعي. احنا لما بنتكلم على ارضيه الملاعب، طبعا ديت احد الحاجات المهمه جدا جدا، دي بيضع فيها اللاعب ثقته وبيلعب عليها وهو يعني مطمن لها، يوم ما يبقى في اي مشكله في ارضيه الملعب او تؤدي مثلا ان هو يقع وقعه او رجليه تلف لفه، او يبقى في تحميل على 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 مفصل زي الركبه، او يعمل جامب وينزل على حاجه فيها حفره او بتاع، او النجيله عاليه شويه فالحمل عالي، او النجيله مش مرشوش، يعني في حاجه، او النجيله الصناعيه برضو رد الفعل بتاعها بيبقى قوي شويه على المفاصل، كل دي حاجات ممكن تعمل مشاكل. الحاجه الاخيره برضو ان احنا لازم نعمل معايره لاجهزه الجيم اللي احنا بنلعب فيها، او ان احنا بنعمل فيها الفتنس او اللياقه البدنيه، لان برضو الاجهزه دي في النهايه اجهزه مصنعه، فلابد ان يبقى في معايره دوريه، وانا اظن ان الناس المسؤولين عن الجيم بيعملوا. انا طبعا احنا ما نقصدش حد بعينه او نقصد ان في مشكله جايه من ناحيه محدده، احنا بنقول كل العوامل التي قد تؤدي الى حدوث الاصابه علشان نحاول ان احنا نتجنبها، اما انها هتحدث هتحدث، ده قدر الله. احنا بنتكلم بس ان احنا عشان ما تكترش الاصابات، عشان ما تطولش الاصابات، علشان ما تتكررش الاصابه في نفس المكان، هي دي الحاجات اللي تخلينا نبتدي نلاحظ. دكتور وليد، الله يسلمك، في عامل فاكتور الناشئ، هل الناشئ في الانديه بيطلع متاسس عضليا صح؟ هو طبعا الناشئ بيطلع متاسس عضليا صح حسب اللي تعرض له على مراحل عمره، بس هو الناشئ يعني المستهلك على ما بيكبر، يعني بيبقى خاصه لو يعني بيلعب في اكثر من فرقه، مثلا الفرقه الاكبر والفرقه الاصغر، لو اتعرض لاصابات كثيره في اثناء حياته، طبعا على ما بيوصل للسن الكبير يعني بيبقى مستهلك شويه، لكن هو يعني مشي ومر في مراحل الاولانيه من عمره
واستطاع ان هو يبقى تحت تدريب مقنن ويبقى ما فيش اصابات، وطبعا بيبقى مؤسس بدنيا وخبره ومهاره بيبقى في اعلى حاجه ممكن يستفاد منها لو هو فعلا مر ومؤسس بشكل جيد. وبالتالي الاهتمام بالناشئين في التاسيس وفي المتابعه ده امر مهم جدا جدا، لان ممكن في النهايه يعني اقدم لعيبه في منتهى الخبره والاحتراف والثقه والاداء البدني. تمام يا دكتور، متشكرين جدا على تواجدك معانا ويعني اثرت لنا الجانب العلمي، وده كان مهم جدا. نشكرك اكرمكم يعني يا استاذ ابراهيم اهو. يعني شكرا للدكتور وليد عبد البيت. كل دي عوامل حقيقه مع بعضها لكن طيب مين اللي هيساوم كل ده؟ ان يبقى في مسابقات صح وتوقيتات صح ودوري منتظم تحت وفوق وناشئين وكل حاجه. انما الطريقه اللي احنا ماشيين بيها دي الحقيقه هنفضل في ديلمه المصالح الفرديه والانتماءات الشخصيه. شوفوا الغريب جدا في التصريحات اللي بعد المباراه من المدرب الجهاز الحالي الجهاز السابق الخبراء المراقبين، لما الاقي الاجماع على انه الخطا والخطوره جت من توقف الدوري، وكانه توقف الدوري كان بسبب ظروف قهريه، حصل ظرف قهري فرض علينا تاجيل الدوري. شيء غريب جدا، اللي وقفوا الدوري قبل كده بيشتكوا دلوقتي من توقف الدوري وبيأكدوا انه السبب في هذا المستوى توقف الدوري. الاقي اجماع كابتن حسام البدري بعد المباراه توقف الدوري سبب التعادل امام كينيا والارهاق اصاب اللاعبين، ده الكابتن حسام البدري المدير الفني الحالي. الاقي الكابتن اسامه نبيه المدير المدرب العام السابق في جهاز هيكتور كوبا بيقول توقف الدوري اضر بالمنتخب المصري، نفس اللي احنا بنقوله. الاقي من المراقبين الكابتن ماهر امام في الاذاعه توقف الدوري سبب للي حصل. طيب يا جماعه نسمع الاول الكابتن حسام البدري كلامه كان ايه بعد التعادل مع كينيا. اكثر من لاعب في الفرقه، في ناس لعبه اخر مباراه يوم 24 الشهر اللي فات، في ناس لعبه يوم 5 زي لعيبه الاهلي، فالتوقف الطويل ده كان متوقع ان هيبقى فيه صعوبات طبعا في الملعب شويه، ودي واضحه. وفي برضه حتى بعض المحترفين اللي ما بتشاركش بشكل مستمر. اصل مساله التوقف يا جماعه واحنا قلنا دي احد اهم الاسباب واللي بنعملها بسهوله شديده جدا ولا يعني ندرس تداعياتها السلبيه فيما بعد. هو الاهلي لما بيقول يا جماعه خلوا مسابقه منتظمه، هو عارف انه هيكسب الماتشات؟ طبعا لا. عارف انه بيستفيد من حاجه؟ طبعا لا. لكن فكره ان انا ده يعني، واحنا قلنا قبل كده في الالعاب الجماعيه لما فرقه بتلاقي فرقه ماشيه كويس، هو التايم اوت معمول مع فلسفته ايه؟ وقف يهمدك، وقف الاستمراريه بس، لانها بتاثر على الاداء زي ما الجون بيقع حتى لو وقفتها وقت. دقيقه امال بقى لو وقفتها شهر و15 يوم توقع ايقاع اي فريق. انت كمان اصل المشكله يا استاذ ابراهيم انت بتعد ناس النهارده ما فيهمش 10 12 دولي اما هيرجعوا الفرقه دول هيرجعوا مرهقين منتشيين او محبطين، الاثنين زي بعض معنويا منتشيين عشان ترجعهم لحاله التركيز صعبه، محبطين عشان ترجعهم لحاله الثقه مش سهله، وبعدين هيخشوا على فرقه منتظمه في التدريبات وهم عايزين يريحوا. انت اللي جاي اللي جاي انا بقول لك مش افضل، اللي جاي أسوأ. اللي جاي بعد الماتشات دي ما ترجع اللعيبه الدوليه دي لفرقها عشان ترجع للحاله المنطقيه اللي كانت عليها محتاجه. ده غير الاصابات اللي لحقت بيك. طب الاصابات خلاص هنقول اصابات قدريه يعني، وفي كل الاسباب اللي قلناها دي مشتركه، لكن هنعتبر ان في اصابات قدريه. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه للكوره المصريه؟ كيف ننقذ الكوره المصريه يا اهل يعني على فكره مش عايزه تكون متخصص قوي في الكوره، يكفي انك تكون مخصص اداره يا سيدي، انك تجيب المتخصص في الكوره يحللك. يعني انا لما اكون
واشكر هنا الدكتور علي الدين هلال بالخير لما جه وزير الشباب قال يا جماعه انا مش ادراكي والرياضه، انا ادراكي في الشباب اكثر ما ادراكي في الرياضه، فاسمحوا لي اني اسالكم. وكان بيسال قولي الاختصاص، ودي بعدين هقول لك من ضمن الحاجات اللي طورها لانه سال قولي الاختصاص وسعى الى الجهات المعنيه فعمل حاجه في التشريعات بتاعت التسويق على الاقل. فعايزين نعمل كده، عايزين ما نكبرش، عايزين ما ننتميش غير لبلدنا في اللحظه اللي احنا مسؤولين عن كوره بلدنا. روح انديتنا كل واحد ينتمي لناديه، لكن واحنا مسؤولين عن العمل العام ما ينفعش. عمل العام يعني انتمي لبلدي. الكابتن اسامه نبيه المدرب العام للمنتخب السابق قال ان التعادل اللي حدث مع كينيا امر طبيعي جدا لتوقف الدوري، وقال في تصريحات خاصه لموقع كوره انه توقف الدوري الطويل اضر بلاعبي المنتخب، وقال بعد ما افقد اللاعبين حساسيه المباريات الرسميه ده اثر على ادائهم امام كينيا، فما بالك النهارده برضو قدام جزر القمر قال نفس الكلام. واشار الى قدره الكابتن حسام البدري على مواصله مشوار التصفيات بنجاح ان شاء الله. كابتن ماهر همام لاعب ومدرب الاهلي السابق قال ان التجارب اثبتت ان المعسكرات الطويله ما بتحققش اي هدف. نسمع الكابتن ماهر همام، يمكن حد يسمعنا وما يعطلش الدوري تاني. التوقف بتاع الدوري طويل قوي، يعني من ضمن السلبيات اللي مر بها المنتخب الاول توقف الدوري اكتر من 50 يوم، ده ضعف من شكل واداء المنتخب حتى في المعسكرات حتى في المرات التجريبيه. طب هم المسؤولين ما كانوش عارفين كده ان احنا يعني توقف الدوري هينال من تركيز واداء المنتخب؟ لا اكيد واحنا متورثين الجزئيه دي. المعسكرات الطويله المدى دي بتاثر بشكل كبير جدا على اداء المنتخبات. فتملي كنا بنقول المعسكرات القصيره اللي هي فيها اسبوع 10 ايام بكثير يحصل نوع من التاقلم، نوع من المعايشه بين الجهاز الفني واللاعبين. الجهاز الفني بينقل للاعبين الاستراتيجيه اللي هو هيبدا بيها مباراه كينيا. بالنسبه للعيبه المحترفين اللي في الخارج هيبقوا موجودين، بالنسبه للمحترفين اللي في الداخل هيبقى توقف الدوري فتره قليله. أيوة. كل ده معروف عن تجارب ودروس سابقه. أيوة. كان بيساعدنا بشكل كبير جدا على تحقيق الهدف. اكيد. طيب هم طبعا السبب الواضح استاذ ابراهيم اللي نقدر نشاور عليه على طول التوقف. التوقف ده بيعمل لي حاجات كده، الانتظام بيعمل لي حاجات كتير جدا، بيعد لي بدني، بيعد لي نفسي، بيعد لي خططي، بيديني فرصه كجهاز انا فني بقى اتابع الحاله الحقيقيه للعيبه المنتخب وما اخدش غير اللي انا محتاجهم فعلا واخدش بيهم على الماتشات عدل. اللي بيقيس على تجربه الكابتن الجوهري رحمه الله عليه لازم يعرفوا ان الكابتن الجوهري استبدل الدوري بانه عمل 55 مباراه دوليه. بالظبط. تتعمل تاني زي دي؟ لا الظرف يسمح ولا الامكانيات تسمح ولا هتلاقي فرقه تلعبها. لا وانت دلوقتي بالظبط، انت دلوقتي العالم كله مرتبط باجنده دوليه. مش هتلاقي حد يلعبك. فانت الكابتن الجوهري ضحى بالام عشان الجنين يعيش. لكن احنا عمالين نضحي بالام والجنين ما بيعيش. دي الفكره. يعني عايزين مره نكسب الام والجنين يا اخوانا والدكتور عشان الام تربي الجنين على الاقل يعني. فدي تتعمل بسهوله جدا والله. طيب احنا نغمي عنا وننظم مسابقه وما نجيش ناحيتها. جزر القمر بعد التعادل معانا بيتصدر المجموعه الثانيه، عنده 4 نقط، مصر عندها نقطتين، كينيا عندها نقطتين لانها تعادلت في ملعبها مع توجو 1-1، وتوجو في المركز الاخير، كينيا بفرق الاهداف هي الثانيه ومصر الثالث، مش فارقه كتير يا شوارب، وتوجو الاخير ب4 نقط. الجوله الجايه ان شاء الله مصر هتلعب ازاي؟ جزر القمر اربع نقط، توجو نقطه واحده. نقطه؟ وكينيا ومصر لكل النقطتين. كابتن حسام البدري في تعليق له بعد هذا التعادل الغريب، لانه جزر القمر الدوله الصغيره اللي اول مره تدخل تصفيات كاس الامم واول مره تلعب في الملعب الجديد اللي عاملاه، شفنا تقريبا الشعب كله في الملعب كله بيحتفل بانه
بلده بتأدي هذا الأداء الرائع جدا قدام الفراعنة وبتقدر تتعادل، بل بالعكس زي ما قلنا علموا علينا وقطعونا كورة. والشناوي نجم المباراة يعني نفادنا. مباراة كله بيجمع على انه نجمها حارس المرمى الشناوي وطارق حامد الهاف ديفندر. شوفوا بقى الشكل كان عامل ازاي. هو دي بقى، تعالى دي هتفجر قضية استاذ ابراهيم محدش راضي يناقشها. المحترفين هل اداء المحترفين اللي بيقولنا من بره بيفيد؟ يعني كل البطولات يا استاذ ابراهيم اللي خدناها بالمحليين وبعض المحترفين اللي ايه اتنين تلاتة. ادي الجمهور جزر القمر في ارض الملعب بعد المباراة. طبعا على رأيك الشعب كله في الملعب. دولة تعدادها مليون. فانت الحقيقة مش مصدقين نفسهم. عراقة، ولذلك التاريخ ملوش دعوة بكرة القدم. احنا شفنا مدغشقر برضو عملت نفس الاداء الملفت للنظر. دول 800,000 عبد المنعم القصه بيقول لي 800,000 كمان، يعني انت كنت مغلطنا في 200. طيب اللي عايز اقوله بقى، المحترفين بتوعنا هم كانوا مشكلتنا في كاس الامم اللي خرجنا منها. ليه؟ الكابتن المحمدي ادار الموضوع بعنتريه وان هو صاحب سطوه يا ورده يرجع بلاش، وخد الفرقه كلها في سكته. لان مين ما لقاش حد يقول له لا بلاش، ما هو برضه. ايوه طبعا. النقطه الثانيه، انت دلوقتي في تراجع في اداء كل المحترفين اللي جولك، حتى تريزي اللي هو الوحيد المتالق دلوقتي بره، لان محمد صلاح متالق بس مصاب. فما انتش عارف تاخد منهم حاجه. غلطه مين ما اعرفش، لكن لازم يبقى عندك الخطه بيه. الخطه بيه اللي بتقول ايه؟ طب ما انا عندي المحل اللي لازم يهدد المحترف ده، لازم يبقى في محلي لا يقل مستوى عنه، ما كانش يفوق. يا هو طارق حامد محترف؟ لا طبعا، مش محترف داخلي. لكن مش خارجي. لكن بيأدي حمدي فتحي ربنا يرجعونا بالسلامه، ما هو كان بيأدي على اعلى مستوى. الكابتن احمد فتحي، الشناوي، ما هي دي الناس كلها في المنتخب بتؤدي. فاللي عايز اقوله ان عايزين ناخد قضيه المحترفين دي بمتابعه حقيقيه. يعني المحترف اللي اجيبه ما قعدوش على الدكه، ما ينفعش يقعد على الدكه، لازم يجبرني انه يبقى في الملعب، ويا حبذا يبقى 90 دقيقه، يا كده ما اجيبوش، اجهز حد عندي احسن يا استاذ ابراهيم، ما ينفعش. طيب كابتن حسام البدري بعد هذا التعادل مع جزر القمر، تصريحاته في المؤتمر الصحفي ارتكزت على 3-4 نقاط مهمين. النقطه الاولانيه، قال ان المنتخب بيمر بظروف صعبه جدا تمثلت في تعيين المدير الفني والجهاز المعاون في وقت متاخر قبل بدايه التصفيات. قال انه سبب التاخر في اعلان وتشكيل الجهاز انه الفريق لم يتجمع الا لمعسكر واحد بس في شهر اكتوبر. الاختيارات كمان، قال انه توقف الدوري لمده 40 يوم سدت ال 40 دي دمرت الكوره. والله 40 يوم ليه؟ سدت ال 40 دي مش ممكن، مش ممكن بجد. 40 يوم ليه؟ عشان نلعب كينيا يعني القمر. هذا قرار غير فني يحاسب عليه صاحبه والله، يعني غير معقوله اوقف النشاط 40 يوم. المدرب اللي انا موقف له الدوري هو اللي بيشتكي. تخيل ان كابتن حسام البدري بيقول لك انا اصلا، انت برضو زي ما قلنا ما عندكش الاوبشن بتاع زمان ان انت تلعب ماتشات دوليه كتيره في الفتره دي، ان العالم كله مرتبط باجنده دوليه، لكن انت بتعطل الدنيا 40 يوم. فالكابتن حسام بيقول توقف عمل لي ازمه كبيره جدا للجهاز الفني وللمنتخب، لانه التشكيل القوام الاساسي بتاعه من اللعيبه المحليين اللي انت عطلتهم. قال انه سكت كتير قوي وصمت كتير قوي في الفتره اللي فاتت عشان ما يديش انطباع سلبي عن الفريق، لكن الحقيقه انه في تاثيرات كتيره جدا كانت نتيجه هذا التوقف على المستوى والنتائج. قال الكابتن حسام البدري انه غير راضي طبعا بالمره على النتيجه ولا على الاداء في المباراتين قدام كينيا وقدام جزر القمر، لكن قال انه عندنا غيابات كتيره جدا، غيابات مؤثرة على رأسها محمد صلاح
وقال انه بيهني منتخب جزر القمر على المباراه ومستواه، وانه خلق عده محاولات لكن ما فيش فرص واضحه للتسجيل طوال ال 90 دقيقه. قال ان الفريق منتخب مصر قدامه اربع مباريات في التصفيات هيعوض فيها وهيحقق الفوز المتتالي، وقال منتخب مصر عنده من القوه والخبره اللي يقدر يأهله مستريح. الكابتن حسام البدري قال انه عنده نقص عدد كبير جدا في صفوف الفريق لدرجه انه يستخدم لاعبين لسد العجز والنقص في بعض المراكز وبيبدل بعض المراكز، وطلب الناس انها تتكلم بعقلانيه شويه والكل يساند المنتخب والجهاز بدل من الهجوم المعتاد على الفريق وعلى اللاعبين. يعني هو طبعا كل الاسباب اللي قالها ها هي حقيقيه، حقيقيه في صعوبات بس حتى احنا يعني نظرا للتاريخ والفارق المستوى كنا راينا ان برغم كل الصعوبات دي ما ينفعش ان احنا ما نكسبش الفرقتين دول. صحيح. نأمل. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تواصل مع اللعيبة الدوليين علشان يطمئن على لعيبة الأهلي اللي في المنتخب واللي في المنتخب الأولمبي، وكمان على الخارجيين بقى جيرالدو وعلي معلول اللي اتصل بيهم الكابتن سيد عبد الحفيظ لتنسيق مواعيد عودتهم، بينما المالي قالوا ديانج يعني بصراحة ما فيش حظ كده. يعني حمدي فتحي اتعور بالمناسبة، بكرة تحدد ميعاد دخوله للمستشفى في ألمانيا عشان تجرى له جراحة قطع في غضروف الركبة. نتمنى له يا رب إن شاء الله جراحة ناجحة وبإذن الله يرجع بسرعة حمدي فتحي. لكن بقول لكم شوفوا سوء البخت فين، يتعور حمدي فتحي الناس تبدأ تتكلم إنه قالوا ديانج هياخد فرصة يقوم متعور. إيه إصابته عبارة عن إيه؟ فخضع قالوا ديانج لأشعة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالي، عنده إصابة في العضلة الضامة. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق طلب إجراء أشعة تانية للإطمئنان على حالته والتعرف على مدى انتظامه، والجهاز الطبي أكد أنه ديانج مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي لتجهيزه للمرحلة اللي جاية، ووضع له برنامج خاص. يعني يقدر يتمرن؟ لا، برنامج علاجي. خلاص يعني مصاب هيغيب قد إيه؟ ده اللي يهم الناس ويهمنا كلنا. ثلاث أسابيع. يا نهار أبيض. حول الله. شباب الأهلي مواليد 99 عندهم مباراة يوم الأربعاء مهمة مع المقاولين العرب. فريق الأهلي في الأسبوع الـ 12 للدوري بيتربع على البطولة، عنده 30 نقطة من 9 مباريات، فاز في 9 وتعادل في 3 ولم يتلقى أي هزيمة، وسجل 35 هدف واستقبل 12 هدف. كرة السلة، فريق السلة بيستعد بجدية لمباراة طلائع الجيش اللي هتكون بكرة الثلاث إن شاء الله في دور الثمانية لدور المرتبط، وأعتقد الكل شغوف بمتابعة فريق السلة بعد الطفرة الكبيرة اللي حصلت له. الماتشين الأولانيين كسبناهم. أيوه. عايزين في الماتشين التانيين نكسب ماتش يعني بإذن الله. يعني هنا جودة بطلة الأهلي والطفلة المدهشة الحقيقة اللي عاملة دوشة لأوساط تنس الطاولة العالمية، ما شاء الله رجعت من البرتغال معاها 4 ميداليات ذهبية، عندها 12 سنة، ما كملتش 12 سنة يعني، هي تحت ال 12 بتلعب في مستوى ال 15 سنة وال 18 سنة. فأنتوا متخيلين هنا جودة خدت 4 ميداليات، 5 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضية، فازت ببطولة فازت ب فردي تحت 15 وفردي تحت 18، وفازت بذهبية الفرق تحت 15 وزوجي تحت 18، وحققت أيضا الميدالية الفضية في زوجي تحت 15 سنة دي في بطولة البرتغال الدولية. زي النهاردة وقبل أي نهاردة، لكنه بمناسبة زي النهاردة ولقاءات الأهلي والزمالك اللي دايما وأبدا لها تواريخ مهمة، علاء عبد الغني لاعب المقاولين او مدرب المقاولين طبعا، هو لاعب سابق في المقاولين بالمناسبه قبل ما ينضم للزمالك، لكنه في وهو بيتكلم لقناه الاهلي عن عماد النحاس، كان في تقرير في استضافه الكابتن اسلام الشاطر للكابتن عماد النحاس، سئل علاء عبد الغني في كلمتين يقولهم عن عماد النحاس وشغله في المقاولين، فتذكر حاجه تانية خالص عن ماتش الاهلي والزمالك في موقف طريف نسمعه. ده تحديدا 4-3 ده احنا نتقدم النادي الاهلي يتعادل، احنا نتقدم النادي الاهلي يتعادل، وبتتقدم بالكره اللي بتروح بيها والنادي الاهلي بيروح 3-4 كره وبيضيع، وانت كسبان 2-1
في اخر حوالي 3 دقايق والنادي الاهلي اتعادل بجون ابو تريكه. انا كان معانا احمد غانم كان بيلعب باك رايت في المباراه دي، فيمكن الجون ده لما جه بالظبط يعني ابو تريكه راح نازل لتحت وكان احمد غانم ماسك القريب. فالمهم ابو تريكه جاب الجون، كان له حركه شهيره كده انه بيعمل مروحه بايديه وبتاع، فبقول لاحمد غانم انت ما طلعتش عليه يا احمد، قال لي لا استنى بس كده ببص على المروحه اصل شكلها كويس. ما لعبت كره عيني بيبقوا يعني مستمتعين، لا خفة الدم طبعا والإفيه اللي بيطلع، هو عايز بقى يقول له ما تكلمنيش في دلوقتي إذا عايز يسيبني في حالي يعني. طيب زي النهاردة ولكن في 16 نوفمبر 1990 الأهلي بيفوز على الزمالك 1-0 بهدف علاء عبد الصادق، نفتكر حسين السيد بيرتب خط ظهره وعلاء عبد الصادق وضربه ركنيه للنادي الاهلي. عرضيه وتعدي يطلعها على طول سامي الشيشيني، وسام عرابي، طارق خليل، لحماده يونس، عرضيه وعبد الجليل وهشام، هشام يلعبها لعلاء عبد الصادق، يشوف علاء عبد الصادق. تقريبا 14 من الشوط الثاني حمادة يونس يلف كرة عرضية يلعبها هشام يكن بدماغه خلفية يتابعها علاء عبد الصادق الغير مراقب، يشوف قنبلة تخبط في العرضة زي ما حضراتكم شفتم وتخش جوه الجول ليتقدم النادي الأهلي بهدف لا شيء لنادي الزمالك في الدقيقة 14. هنشوفها مرة ثانية، يشوط علاء وتخبط في العرضة وتخش علاء عبد الصادق في الدقيقة 14 من الشوط الثاني. قيمة الجون اللي جابه كابتن علاء عبد الصادق ان هو طبعا ما كانش راجل يعني بيهدف كتير، لكن الجون ده بفورة زي ما بيقولوا يعني الماتش خلص 1-0 وكان في سيطرة، دليل ان مدافع الاهلي كان جوه ال 18. طيب ما في برضه جون تاريخي جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ، عايزين نتفرج عليه في مرمى الترجي. يستفيد منها الاهلي من صندي شادي محمد في دائرة وسط الميدان، والتسديدة مباغتة وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الاهلي، كانت كورة مباغتة جدا، لوب ارفع الكورة بالحارس الزوبي. التوقيت 31 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني، فرحة كبيرة جدا في جماهير الاهلي وفي اللاعبين وبنك الفريق. 1-1 في الاعادة سنستفيد من صاحب هدف التعادل، وائل جمعة يخرج الكورة ترجع من الدفاع وليد عزيز، واظنه سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ غالة الحارس الزوبي. 1-1 هدف في وقت مهم جدا للاهلي، هذه فرحة الجماهير المصرية والاهلوية. اذا سيد عبد الحفيظ قلت صح. ايضا قيمة هذا الهدف انه هو خدك من القبل النهائي للنهائي، والنتيجة في مصر كانت 0-0 وتقدم الترجي. لا يعني الجون ده دخلك 1-1 هناك فوصلك للنهائي من الاهداف طبعا. وايضا 16 نوفمبر بقى 16 نوفمبر 2008 الاهلي بيتعادل مع القطن الكاميرون 2-2 ويفوز بدوري الابطال للمره السادسه. الاهداف لاحمد حسن وشادي نفتكرها. لسه النتيجه التعادل بدون اهداف ابو تريكه، نهدى ما نفقدهاش، ممكن ناخد كورنر تاني او اوت تاني لكن ما نفقدهاش. ابو تريكا مظبوط كده بيركز ابو تريكا وبيلعب برضه على مربي الله، هي
جول، هي جول من ثواني بقولها نعملها، عملناها. حلو قوي يا جماعه، نموذج فعلا للمتابعه من على الايام القريب. الكورنر اتعمل، شوف بيعمل ايه، شوف ابو تريكه، شوف احمد حسن قطع ازاي، شوف قطع ازاي، قبل واحد قبل اثنين قبل ثلاثه، موجهها في بوزيشن جميل جدا بمهاره عاليه قوي قوي. خلص خلص يا احمد، خلص يا حبيب قلبي احمد حسن، نجم نجم كبير. ورينا واحده حلوه، واحد ضد واحد، خدوا لجوه، خدوا لبره، خدوا لبره، يلا يا جمالك يا بركات، ده انت لعيب قوي قوي قوي. ضربه جزاء جميله 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 من اللاعب الجميل قوي بركات، لعيب جميل. تيجي 2-1 للقطن الكاميروني، وشادي بيركز، شادي بيركز، شادي هتهلنا هتهلنا، ريحنا شادي، داخل شادي، يلا 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 يا جمالك يا شادي، يا جمالك يا شادي، يا جمالك يا نادي أهلي، نادي كبير قوي قوي يا جماعة، فرقة كبيرة قوي قوي يا جماعة، فرقة عالمية. شوف الفرحة، شوف الفرحة، ما ده الكاس بقى، هو ده الكاس، دي البطولة، دي البطولة. رايح ما بهزرش، أنا ما بهزرش، ما أعرفش الهزار، أنا فايتر، رايح أكسب، مش أجيب جول، أجيب جولين. برافو يا شادي، برافو يا شادي. كل دي بتبين قدرة النادي الأهلي لما بيتزنق يعمل ايه بره، يخلص بره. برضو هنشوف الأهلي والترجي، واحدة من أجمل مباريات النادي الأهلي فعلا. هو الكرة ترجع للنادي الأهلي، ترجع الكرة مرة أخرى لوية السيد حمدي، السيد حمدي خطيرة جدا، السيد حمدي، والهدف الأول، والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي جدو، عن طريق ناجي جدو في وقت قاتل في دقيقة 43، النادي الأهلي يتقدم 1-0 ويقلب مصير البطولة. هنا الخطاف في الدفاع وراء المدافع الهجري، سيد حمدي يعمل أكسلراسيون، يهرب على الهجري، يحط كرة في طبق، والتسديدة ممتازة، ولعب الخبرة جدو يفتح بوابة التسجيل. إذن 1-0، كرة من وليد الهجري، يرجع مشكلة للترجي في الوسط، خطيرة برشا، 2-1، وكرة خطيرة، وكرة من وليد سليمان، والهدف الثاني، الهدف الثاني لوليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطا كارثي في دفاعات النادي الأهلي اللي نقول يضمن البطولة بنسبة توصل 99%. كان أحسن بكثير اليوم ترجي، الغيابات ذبحته، الغيابات قلقته. وليد سليمان ينحي الكرة للاعب بن منصور، يعمل كرة ممتازة اللي قلت الورقة الجوكر للمدرب البدري، ويسجل الهدف الثاني، يسجل 2-0 للنادي الأهلي. تحب تحكي الآن معنويا بدنيا فنيا نفسيا الكاس لشاكر الزواغي في الرواق اليمين اللي تعدى منه الأهلي مرتين، ونقطة ضعف، وكرة خطيرة وفرصة، والهدف الأول من يليل، الهدف الأول من الكاميروني. ذكريات كلها جميلة وأهداف أجمل، يعني عايزين الأهلي يستعيد هذا البريق، وبإذن الله يستعيده ويتفوق عليه إن شاء الله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل قصص مثيرة ومهمة ومشوقة لكل الأهلوية. أهلا بحضراتكم من جديد. اتفقنا دايما وأبدا معاكم في مالك وكتابة على أنه من لا يملك ماضي لا يملك لا حاضر ولا مستقبل، وما ظنش في تاريخ الرياضة، مش المصرية، تاريخ الرياضة عامة، تاريخ علاقة الإنسانية بالرياضة، علاقة البشرية بممارسة هذا النشاط الإنساني، أنه في كيان اتوجد لممارسة الرياضة أثر فيها واكتسب شعبية وحقق بطولات في لعبتها الأهم وهي كرة القدم أكتر من النادي الأهلي. ده مش كلام ولا يعني لا هي مجاملة ولا مبالغة، الأرقام بتقول كده، إنه ده أكثر أندية الكرة الأرضية تحقيقا للبطولات المتنوعة في كرة القدم. عشان كده عنده هذا الإرث الحضاري الرياضي الكبير والتواجد الدولي، ومتواجد دوليا ومؤثر في حركة مجتمعه حتى. عشان كده اللي عنده ماضي ما يتخافش عليه، لأنه باستمرار عنده دستور
باستمرار عنده تراكم خبرات، باستمرار عنده جوامح بتقدر تحدد اتجاه حركته وتفرمله وقت اللازم او وقت التدخل او الوقت المناسب. عنده خبرات، هذه الخبرات رايحه في الاتجاه انه محدده لك معالم طريق انت ماشي فيه الى منصه التتويج. الفقره ديت مهم جدا فيها 3 4 نقط. النقطه الاولى ردا على كذبه ولاد النادي وافضليه ولاد النادي. النادي الاهلي ولاده هم المنتمين ليه، هم المخلصين ليه، لانه ممكن اعدد معاكم اسماء كتيره جدا لعبت في الاهلي من ولاد الاهلي اللي اتربوا في الاهلي من مدرسه الكوره وما حافظوش العهد وما صانوش الوعد وما كملوش في الحفاظ على قيم وتقاليد ونظام النادي الاهلي، وفيهم ناس كتيره الاهلي مشاها لاسباب سلوكيه كتيره حضراتكم تعرفوها. وفي نفس الوقت في ناس جات للاهلي منتقله من انديه اخرى اثبتت في انتمائها واخلاصها وعطائها وفي تفانيها للاهلي اللي يخليها مضرب المثل، اللي تسجل بصمات تاريخيه بجد في سجلات النادي الاهلي. استاذ ابراهيم، حد مثل مثل قلته قبل كده برضه معاك، بس نذكر بيه. لما اكون عيان ابني اللي يجي يديني الدواء يفكرني، فلو ابن الجيران ضرب الجرس ولا دخل عليا قال لي خدت الدواء اونكل وروح داخل جايب كوبات ميه وداني، يبقى هو ده ابني. لان لو ابني في الوقت ده بيلعب مع اصحابه تحت يبقى مش ابني، وده اللي بيديني الدواء. والمشهد ده بيلخص كل اللي انت عايز تقوله، لان الحقيقه في خلط جامد جدا. ايوه اولاد النادي اللي تربوا وتربوا بمفهوم النادي، اللي تربوا بمفهوم النادي. هي ديت ازاي انت قدرت تحافظ على النادي، ازاي قدرت فعلا تحتفظ بقيمه الاهلي عندك وتقدر تخلص للنادي. لازم تتلاشى من الاذهان كلها فكره اي فصل، لانه الموقف اللي انا هقوله لكم لنجم جيل الاهلي من الاقاليم جاي من طنطا، لكنه ضرب المثل في التمسك بالاهلي هو وزمايله وقتها في مواجهه السلطه الرياضيه الحاكمه وفي مواجهه موقف شديد الخصوصيه في تاريخ النادي الاهلي. انتوا متخيلين انه الاهلي بيتقفل؟ الاهلي بيتقفل وقرار بيصدر تسريح فرقه الكوره، لكن النجم اللي هنتكلم عنه مع زمايله اثبتوا لا، ولا حد يقدر ولا ينفع ولا يصير ابدا، قرر براحتك اعمل اللي تعمله بس الاهلي ما يتقفلش. قالوا له هتروح، قال لهم مقوله شهيره جدا لازالت الاجيال بترددها. عشان كده بنتوقف النهارده عند ازمه الاهلي واتحاد الكره ومباراه الترام الشهيره في منتصف الخمسينيات. ليه؟ لانه توتو ابن الاهلي، لاعب الاهلي، هداف الاهلي اللي جاي من طنطا، عمل اللي محدش عمله من ناس كتيره اليومين دول، وده التاريخ اللي بيفسر الحاضر ويرسم خطوط المستقبل حفاظا على النادي الاهلي. وكمان علشان تبقوا عارفين انه الناس لما النادي الاهلي بياخد موقف ضد اتحاد الكوره عشان اخطاء موجوده او عشان ظلم بيقع على الفريق او علشان اهدار لقيم العداله في اداره المسابقه، الناس بتتخيل انه المجلس بيستعرض عضلاته، المجلس عايز يعمل معرفش فيها ايه، اصل الاهلي عمره ما كان بيعمل كده، الاهلي مش هو ده اللي بينسحب، وكلام كتير بتسمعوه وكانه مش الاهلي اللي اخذ هذا الموقف العنيف جدا في مباراه الترام الشهيره اللي بنقولها كمان ردا وتاكيدا على مقوله نادي الدوله. اتفضلوا شوفوا نادي الدوله بيحصل ايه. في فرق يا استاذ ابراهيم تاني بين نادي الدوله ونادي السلطه. احنا نادي دوله. نادي دوله يعني ايه؟ نحقق اهداف الدوله، متسقين مع اهداف الدوله، مش العكس. نادي دولة مش نادي الدولة. مش نادي السلطة. ايوه، نادي دولة في 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 تصرفاتي وفي مسؤولياتي. نادي الدولة فكرة تانية خالص. انا رجل دولة. خلي بالي من تصرفاتي، اتصرف بهذا المفهوم، مش ان انا المدلل من الدولة. ايوه.
سنة 55 موسم 54-55 الأهلي بيلعب مع نادي الترام، ونادي الترام نادي من اسكندرية اختفى بعدها يعني فترة ما عادش موجود. المباراة كانت في الأسبوع 16 وكان الدوري وقتها 10 فرق فقط. تخيلوا أنه المباراة في ملعب النادي الأهلي اللي هو سمي لاحقا بنادي ملعب مختار التتش، في 25,000 متفرج. بصوا سنة 54-55 بيحضر المباراة الأهلي والترام في ملعب الأهلي مقفل 25,000. احنا بنترجى دلوقتي يسمح ب 5,000 بعد ما بقينا 100 مليون او 120 مليون. متخيلين انه الأهلي بيلعب مع الترام اللي بيحكمها الكابتن حسين إمام. بصوا الحاجة يعني الزمن الجميل اللي بيدير المباراة دي جريدة الأهرام، الأهلي يفوز على الترام بعد مباراة مؤسفة 3-2. مؤسفة ليه؟ أكيد اللي متابع فيكم وقائع تاريخية هيعرف، واللي مش متابع هنحكيها لكم ببساطة. الأهلي متقدم أو اللي بيحكم المباراة حسين إمام، وده يا جماعة إمبراطور الملاعب عم الكابتن حمادة إمام، فمحدش يسأل على انتمائه. بس كمان حامل الراية مين؟ حامل الراية الكابتن محمد حسن حلمي، محمد حسن حلمي زمورة رئيس نادي الزمالك بعد كده، اللي وقتها سكرتير مساعد نادي الزمالك. انت متخيل انت جايب يحكم المباراة المؤثرة للأهلي مع الترام عم الكابتن حمادة إمام الإمبراطور حسين إمام، واللي المساعد بتاعه السكرتير التنفيذي المساعد لنادي الزمالك. أنا عايز أتوقف عند حسين إمام لانه كان راجل مختلف، وهتشوف من موقفه هنا انه راجل مختلف. هو كان المشرف الرياضي لكليه الزراعه، فعلاقتي بيه كانت مباشره في الفتره دي، لان انا يعني طالب في الكليه وهو مشرف النشاط الرياضي، وبحكم شغفي بالرياضه انا طول النهار في الملاعب وعلى احتكاك بيه. أيوة. وجي بقى ابراهيم الخليل وهمام الشريف وميم عبد القوي وريعوا وكانت فرقه كره مبدعه جدا، فتعاملنا مع الراجل ده عن قرب، ده مختلف، وعشان كده كان اسمه الامبراطور. كان لا يسمح بانتمائه ابدا انه يتدخل في قراره، وده واضح في ادارته للمباراه. انا بقول لكم بعكس بقى طبعا كابتن محمد حسن حلمي اللي هو راس نادي الزمالك والرمز التاريخي لنادي الزمالك في الفترة دي، هو حامل الراية الرئيسي مع حسين إمام. كان السكرتير التنفيذي لنادي الزمالك أو السكرتير المساعد رئيس نادي الزمالك وقتها محمود شاوي، ومعاه الدكتور محمد نصر والدكتور أحمد عوني وكيلين، وإسماعيل شاكر سكرتير عام، والبكباشا يوسف العجرودي أمين صندوق، والمهندس محمد حسن حلمي سكرتير مساعد، وده اللي يعنينا. إذن هو كان في مجلس إدارة نادي الزمالك والسكرتير العام والسكرتير المساعد بيصدر بيهم قرار بالتعيين. المباراة قال عنها إيه حسين إمام؟ لأنه حصلت مشكلة، نتيجة الأهلي فايز 3-2، حصلت واقعة. قال الكابتن حسين إمام، وأنا هنا بقرأ النص بتاعه بقى في التقرير بتاعه، قال أنا أنظرت توني لاعب الترام لارتكاب أحد الأخطاء، ولما ارتكب خطأ ثانيا قصدت إليه جريا، جريت عليه، ولاحظت أنه في الجهة الأخرى ترمى زجاجات بالملعب، الناحية الثانية المدرجات بيترمي منها إذا زجاجات، اتجهت إليها وفي العودة رأيت توني يضرب طلعت عبد الحميد، شاف توني لاعب الترام بيضرب طلعت عبد الحميد لاعب الأهلي، فطلبت منه الخروج من الملعب، اديته كارت طرد، ولم أرى طلعت يضرب توني. هو عاقب اللي شاف واحد بيتضرب طرد اللي ضارب. بيقولوا إذا بالأستاذ محمد حسن حلمي حامل الراية يدخل الملعب والقانون لا يعطيه هذا الحق. ده تقرير الكابتن حسين إمام اللي نشر وقتها في الأهرام، الصورة شايفينها حضراتكم. قال والقانون لا يعطيه هذا الحق، مش من حقه ينزل للملعب، هو حامل راي على الخط. ده مش نزل لي بس، ده بيقترح عليا طرد طلعت لاعب الاهلي. وبيقول الكابتن حسين امام الحكم والقانون يعطيه فقط وصف الحاله دون تكييف القرار.
اما يقوليش يعمل ايه، هو يقول لي حصل كذا انا شفت كذا، انما ما يكيفليش القرار كمان. بصوا بقى، الامبراطور حسين امام فشككته في الامر، الفار لعب في عبه انه الكابتن محمد حسن حلمي كده مش فير. ده حسين امام قال لك فشككته في الامر، الراجل ده مش مظبوط، فلم استمع اليه وانهيت المباراه في موعدها المحدد بالضبط. وكتب حسين امام تقريره دون اي ادانه للاهلي، والماتش خلص 3-2. طيب حلو، الحكم سيد الملعب، قضيت ايه؟ وده امبراطور، مش جون يتحسب ولا ضرب الجزاء، طرد لعب. بالظبط، والواقع بعد الهدف. فبيقول كتبت تقرير لاتحاد الكره اللي اتنشر ده، فاذا بحامل الرايه الاستاذ محمد حسن حلمي يكتب تقرير هو الاخر، ويقول انه كان يجب على الحكم طرد طلعت عبد الحميد. فاتحاد الكوره كان عبد العزيز عبد الله سالم رئيس اتحاد الكوره زملكاوي، وده راجل زملكاوي. طيب الطبيعي والبديهي والسليم والمنطقي واللي اي حد يقوله، الحكم سيد الملعب وتقرير الحكم بينفذ، والاول مره الناس ديت تقول لك ده بياخد بتقرير حمل الرايه ضد تقرير الحكم. فبيقول الكابتن حسين امام كتبت، واذا باتحاد الكره عنده تقرير من حامل الرايه. المباراه عشان تبقوا في الصوره، الترام الاول اتقدم جونين، بعدها الاهلي جاب جونين، كابتن حلمي ابو المعاطي جاب ضربه جزاء، ونجمنا الليله توتو سجل هدف التعادل بضربه راس. لعيبه الترام حكم المباراه حسين امام لم يتراجع عن احتساب الكره هدف كره توتو قبل النهايه بدقائق، وجه مصطفى سجل هدف الفوز للاهلي، ليحتج لاعبه الترام وتوني يضرب طلعت والجماهير والواقعه اللي حصلت. اجتمع اتحاد الكوره عنده تقرير من حكم المباراه سيد الملعب المسؤول عن كل حاجه، واللي شفته التقرير بتاعه اللي نشر في الاهرام، وعنده تقرير طلب من الاستاذ محمد حسن حلمي زي ما قال الكابتن حسين امام. الاتحاد اجتمع يوم كام؟ يوم 27 ابريل 55. المفاجاه اللي استغربت لها كل الجرايد وقتها ان اتحاد الكوره برئاسه عبد العزيز عبد الله سالم اخذ بتقرير حامل الرايه محمد حسن حلمي على اساس ان الحكم لم يطرد طلعت عبد الحميد. والغريب ان اتحاد الكوره تجاهل تقرير الحكم. ده الاهلي اللي الحكام بيجاملوه، والاتحاد الكوره والسلطه والدوله واللي بنى اياها. اتحاد بيتجاهل تقرير حكم المباراه وبياخد بتقرير حامل الرايه اللي هو سكرتير نادي الزمالك. سكرتير نادي الزمالك. واقعة غريبه جدا ما تحصلش في اي حته في العالم. وبيقرر الاتحاد اعاده مباراه الاهلي والترام في طنطا. يا عم الاهلي كسبان 3-2 والمباراه انتهت النهايه الطبيعيه زي ما الحكم كتب، توديني العب في طنطا ليه؟ تعيد المباراه في طنطا ليه؟ وبياخد كمان ماتش في طنطا وبدون جمهور، وايقاف طلعت مباراتين. طب على اي اساس؟ طردوه. انتوا طردتوه بعد المباراه ثلاث ايام. بصوا العبث يعني. ده قرار مسخره طبعا. وخدوا عشان الاهلي ما يزعلش او يهدوا من المساله، قال لك وايقاف توني لنهايه الموسم. اشمعنى؟ اللي ضرب، اللي الحكم كاتب فيه تقرير. طيب ما هو لو فعلا ايقاف توني لنهايه الموسم، يعني حسين امام صح انه طرده لانه ضرب. طب والتاني طلعت وبتعيد المباراه ليه؟ لانه حسن حلمي كتب. طيب الاهلي يسكت. عبود باشا رئيس النادي ساعتها احمد عبود باشا، وده واحد من كبار رجال الاقتصاد وقتها، هنقول لكم قصته ولازما هنتكلم عنه في حلقه قريبه باستفاضه، لانه من العلامات التاريخيه في تاريخ الاهلي. كان في لندن، وكانت بدات طبعا التوجهات الاشتراكيه لثوره يوليو، وبدا الاتجاه نحو رجال المال والاعمال
فعبود باشا واحد من رجال الصناعه الكبار في مصر بقى مستهدف، ففضل بره لغايه لما اتأممت شركات بعد التأميم ما جاش. وهو بره مصر في الفتره ديت مجلس اداره النادي اجتمع برئاسه نائب الرئيس الامير لاي عباس حلمي الغمراوي لوجود احمد عبود باشا في الخارج. الجلسه دي كانت جلسه، وده قيمه تاريخ النادي الاهلي الموثق، لحد بيقدر يفتري ولا حد يقدر يالف، في تمام الساعه كام؟ تمام الساعه السادسه الثامنه يوم الساعه 8 مساء يوم السبت 30 ابريل 1955، 2/4/55 عرض على المجلس بالظبط انت حيثيات اتخاذ القرار بالظبط. اذا هي دراسه قانونيه مش دراسه مزاجيه او انفعاليه او مش بالدراع. نتيجه لقرار الاهلي اتحاد الكره اتزنق، قام عامل اجتماع بس شويه بعد 5-6 ايام على ما ايه درسوا الموقف، فاجتمعوا يوم 6 مايو لمواجهه تطور الاحداث. طب عملوا ايه؟ والله الناس اللي في الجبلية تحس انه من يومهم بيدوروا على التكريجات العجيبة دي. طبعا مفيش كده، لا في كده. عملوا ايه؟ اعتمدوا نتيجة مباراة الاهلي والترامب 3-2 لصالح الاهلي. طب ما انتوا خلصوا من مشكلتين. طيب يعني النتيجة ونهل المباراة، ما انتوا اللي لغيتوا المباراة وودتوها طنطا بدون جمهور. طيب لا، الاهلي كان عنده حق، تتعادل تعتمد نتيجة المباراة لصالح الاهلي 3-2، والموافقة على قرار لجنة الدوري بوقف لاعب الترام توني حتى نهاية الموسم. حرية. طيب وطلعت عبد الحميد الحكم ما كتبش عنه حاجة ومفيش حاجة، فخلاص ما يتوقفش. لكن القرار الثالث الاهلي قال لهم لا، دي جبتوها منين بقى؟ قال لك إقامة المباراة اللي جاية للاهلي مع الأولمبي في طنطا. هم لازم نروح للسيد البدوي. ليه؟ يعني كانوا مزويين في شويه حمص من السيد البدوي. انتوا ليه مصممين تعاقبوا الاهلي رغم ان انتوا بتقولوا انه مفيش حاجه؟ خلاص اعتمدت المباراه وما وقفتش طلعت، وقفت الراجل التاني نهايه الموسم. طيب فين الخطا؟ لا قال لك لا، الماتش اللي جاي الاهلي والاولمبي يروحوا طنطا. طب ليه؟ قال لك باعتبار خطاب استقاله النادي الاهلي واعتماد او بدلا من ملعب الاهلي، يعني الاهلي هيلعب مع الاولمبي في ملعبه. والموافقه على اقتراح عبد الرحمن امين كان رئيس اللجنه الاولمبيه باعتبار استقاله الاهلي قائمه لحين ورود خطاب اخر من النادي يلغي الخطاب الاول. يعني رئيس اللجنه الاولمبيه متدخل لحل الازمه، فقال لك لا، الاهلي منسحب من اتحاد الكره، يظل قراره ساري لغايه لما يبعت جواب يسحب بيه الجواب. هنا نقول في منطق. ايوه انت بعت لي جواب بتقول انك منسحب، انا قررت قرارات اهي، تقول لي رايك فيها. رايك فيها واسحب الاستقاله، انا ما اقدرش اقول لك والنبي ارجع، بس يا ريت انت تبعت جواب تقول لي ان انا رجعت، فتيجي منك كويس. تيجي منك، وبدل ما الاتحاد يقول للاهلي لا والنبي ارجع، يخلي رئيس اللجنه الاولمبيه يقول للاهلي والنبي ابعت جواب تسحب بيه الجواب بتاع الانسحاب. حددت اللجنة آخر ميعاد لرد الأهلي على هذه القرارات وسحب الاستقالة يوم 10 مايو. يعني أنت مجتمع 6 مايو. أصل هو 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 عايز تسحب الاستقالة ليه؟ عشان يبقى في قبول للقرار ويلعب الأولمبي في طنطا. طنطا، فقال لك اسحب بقى الجواب. يبقى أنت وافقت على القرار. الأهلي طبعًا ما وافقش على القرار كامل. لكن مجلس إدارة الأهلي هم خدوا القرار يوم 6 مايو، وحددوا للأهلي يوم 10 مايو تسحب القرار. الأهلي قام مجتمع يوم 8 مايو، رأى أن قرارات اتحاد الكرة لم تغير من الأمر شيء. قال لك أنا لم أخطئ. على أي هو ده أساس بقى. عايزين نتوقف فيه. على أي أساس أنت بتنقل مباراتي مع الأولمبي من ملعبي لطنطا؟ يعني أنا مش هقول الحمد لله حسبوا لنا الماتش ما وقفوش طلعت كويس اتعشت كويس كده. وبلاش بقى يا جماعه، لا، مساله المبدا ان انت فين بتعاقبني ليه؟ انا لم اخطئ بالظبط. قال لك الاهلي استند على تقرير حكم المباراه حسين امام، وعلى انه ما اخطاش في المباراه
والاتحاد بيعتمد نتيجة المباراة والاتحاد بيوقف لاعب الترام المعتدي، كلها تصب في اتجاه انه الاهلي لم تصدر عنه اي اخطاء. طيب جبت منين عقوبة الاهلي والاولمبي يروحوا طنطا؟ دي زي عقوبة السلة بايقاف الجمال عشان جري ناحية الزمالك وسابوا سمير جودة اللي ابتدى المشكل العملاق الكبير ده، دول 10,000 جنيه فقط. الجمال خد 50,000 وماتشين. طيب هي دي الحاجات بقى بالظبط. وبالتالي الاهلي قال مجلس الاداره قرر، ما انت هتجيلي كده هجيلك كده برضو، انه بيعتبر قراره بالانسحاب قائم لانه قرارات الاتحاد لم تغير من الامر شيء بشكل واضح. مش هسحب الجواب، انا مش معاكم، لان انت بتعاقبني بتقر مبدا وكانك عايز بس تاخد اي عقوبه على الاهلي وخلاص. اتحاد الكوره قرر شطب الاهلي من سجلاته، قفلت خلاص بقى، كنا مش هيبقى في اهلي بعد سنه 55، تاريخ الكوره يقف عند 55. لا في سجلات الكوره الاهلي موجود، لا فريق الكوره تاريخ الكوره يقف بالنسبه للنادي الاهلي عند سنه 55 وفقا للاحداث. ايه اللي حصل؟ اصدر قرار خاص بلاعبيه. طيب هتعمل ايه؟ ما انت الاهلي خلاص، انا مش معاكم وانا مش في الاتحاد ده. وعمل زي ما كان مختار التتش لما قال لحيدر باشا وطلب منه الاعتذار عن سفر لعيبه الاهلي في بدايه الاربعينات لفلسطين، وهدد مختار التتش انه لو ما سحبتش او لو ما جيتش كتبت اعتذار هتتشطب. فرد عليه التتش الرد التاريخي: لا يشرفني الانتساب للاتحاد، انت رئيسه. وكان وقتها حيدر باشا رئيس اتحاد الكوره، رئيس نادي الزمالك، وزير الحربيه، مع بعض كده باكج. وكان الاهلي قال لك اصل الاهلي نادي الحكومه ونادي السلطه. بيعيد التاريخ نفسه، ما بدل ما بنتكلم في سنه 42 ولا 44 بنتكلم في 55. الاتحاد بيوقف لعيبه الاهلي بالكامل او الاهلي انسحب خلاص، فبيشطب لعيبه الاهلي من سجلات الاتحاد وبيخيرهم او بيطالبهم الانتقال لانديه تانية. انا اللي هوزعكم بقى على الانديه التانية. منح لعيبه الاهلي مهله شهر كل واحد فيكم ينقي الفرقه اللي عايز يروحها. دي صحيفه الاهرام زي ما انتم شايفين للازمه. بعد 4 أيام فقط من قرار اتحاد الكوره لعيبه الاهلي متسرحه، والاتحاد حدد لهم ميعاد قدامكم شهر وهنتوزع على نوزعكم على الانديه. بعد 4 أيام من قرار اتحاد الكوره لعيبه الاهلي عملوا اجتماع في النادي، قعدوا في النادي قرروا تأييد مجلس الاداره في القرارات اللي اتخذها وعدم ترك النادي والانتقال لاي نادي اخر حتى لو طالت مده الايقاف لاي عدد من السنين، مش سايبين الاهلي واستمروا في التدريب في النادي. توتو بقى، وده اسم الشهرة للكابتن السيد محمد حسين عطية، ده فرود مهم جدا. النادي الاهلي كان جاي للنادي الاهلي من طنطا وواحد من الهدافين التاريخيين للنادي الاهلي، لما بتذكر مباراة القمة هداف الاهلي توتو كان له موقف تاريخي لانه جابوه والعين عليه وعايزين يودوه لأي نادي، ويعتبر طبعا يروح لنادي الزمالك أو هو توتو اللي جنب عبود باشا ده. أيوة فقالوا له أنت هتروح فين؟ يلا يا توتو. قال لهم أنا مش ماشي من الأهلي. قالوا له أهلي إيه؟ أهو توتو الأخصائي في هذا الشباك الزمالك. توتو غاوي تهديف في الزمالك. تخيلوا بيقولوا للكابتن توتو يلا عشان تمشي، قال لهم انا مش ماشي من الاهلي. قالوا له اهلي ايه؟ ما عادش في اهلي. بص قال لهم الاهلي فيه جناين وانا فلاح
هزرع الجناين دي ورعاها بلاها كوره. بصوا الناس، ده كابتن رفعت الفناجيلي والكابتن توتو وكابتن عادل هيكل لما الاهلي كرمهم كرم رموز الكره الاهلاويه في المئويه. كابتن عادل هيكل في اليمين، كابتن توتو في النص، والكابتن رفعت الفناجيلي على الجميع رحمه الله. فانتم متخيلين هذا الفلاح الاهلاوي الجميل يقولوا له هتمشي، قال لهم همشي اروح فين؟ الاهلي فيه جناين، انا هقعد ازرعها وارعاها لكن مش هلعب في اي حته بره الاهلي. يا اللي انت عارف ان يقال ولاد الاهلي واولاد الجيران ده يبقى خال كابتن طارق السعيد. له صله قرابه. لاعب الاهلي والزمالك. صحيح. طيب تمسك توتو للناس اللي عايزه تعرف ايه اللي حصل نتيجه لموقف لعيبه الاهلي وتمسكهم بقرار ناديهم. اجتمعت قرر مجلس الاداره في جلسته المنعقده يوم 15 مايو 55 برئاسه عبود باشا توجيه الشكر لجميع لاعبي 15 يونيو توجيه الشكر لجميع لاعبي الاهلي في كره القدم لما اظهروه من ولاء واخلاص وامانه لناديهم برفضهم الانضمام لنوادي اخرى. مجلس الاداره من جانبه بيثمن ويقدر ويشكر لعبته على هذا الموقف. طب والموقف؟ الموسم ده كان منتخب مصر رايح يلعب دوره العاب البحر المتوسط ولاعيبه الاهلي العمود الرئيسي للمنتخب. طب وبعدين؟ حاولوا يودوهم فرق ما حدش رضي وتمسكوا بالاستمرار. رفضوا الانتقال لاي نادي. طب والمنتخب هيعمل ايه؟ تدخل رئيس اللجنه الاولمبيه عبد الرحمن امين وتوسط بين الاهلي واتحاد الكوره. تم الاتفاق على انه الاتحاد يوقف قراراته كلها، مفيش حاجة اسمها الأهلي يلعب مع الأولمبي في طنطا ولا الكلام الفارغ ده. ويا دار ما دخلك شر كل القرارات، أي قرار يمس الأهلي يتلغي في مقابل إن الأهلي يسحب استقالته من الاتحاد عشان يقدر الاتحاد أو المنتخب ياخد لعيبة الأهلي لدورة البحر المتوسط. طب والبطولة؟ قال لك بلاها دوري. اتأخرنا والبطوله زنقت نلغي الدوري. اتلغى الدوري وقتها بعد مباراه الترام على هذه على هذه الخلفيه. وكانت الاهلي له مباريات، الزمالك كان في الفتره دي لعب ماتشين خسر من الاسماعيلي ماتش وكسب مباراه ثانيه على الترام، فاز على الترام 4-2 وخسر من الاسماعيلي بنفس النتيجه. استغل غياب الاهلي وتصدر برصيد 24 نقطه بفارق نقطتين امام الاهلي اللي كانت لسه لهم مباراتين مع الاولمبي ومع القناه، لو كان لعبهم كان هيحتاج 3 نقط للفوز بالبطوله. ضاع من الاهلي لقب كان اقرب له جدا، لكن الاهلي لم يفز بالدوري وفاز بالمبدا وفاز بالقيمه وفاز ولاده بلقب تاكيد الانتماء لناديهم بالموقف التاريخي اللي توتو عبر عنه انه فلاح هيرعى الجناين ولا ينتقل لاي نادي تاني. ما هو الناس اللي بتسال سر الفانيلا الحمراء، سر العلاقه المميزه، سر الزهو بالنادي الاهلي، سر تراكم المواقف المبدئيه عند النادي الاهلي، هي دي العلاقه يا استاذ ابراهيم. هي دي اللي تخليك وانت اهلاوي مش فارق معاك البطولات بقدر ما هو فارق معاك المواقف اللي من النوع ده. ايوه انت ما كنتش بتدور على ان تكسب الماتش وتقول كتر خير الدنيا حسبوا لي الماتش. انت لا شايف ما غلطتش ما تحاسبنيش. ده المبدا اللي انتصر النادي الاهلي وفي الاخر الدوري لم يكتمل والاهلي يعني لم يعاقب واللعيبه فضلش الاهلي وعلاقته علاقه اللعيبه المميزه بناديهم الاهلي هو ده سر من اسرار نجاح النادي الاهلي. ومن درس الانتماء لتوتو لدرس انتماء اخر حديث لعماد النحاس، وانا قلت لكم الحلقه اللي فاتت واحنا بنتكلم على ذكرى عمر بيك لطفي المؤسس وتكريم الخطيب بوسام الاحترام من روزا اليوسف، لما تقروا المعاني هتلاقوها واحده، ولما تقروا سيرة توتو وموقفه تشوف عماد النحاس في ضيافة إسلام الشاطر
ده صعيدي والتاني فلاح، بس ما بينهما حب شديد جدا للنادي الاهلي، حرص كبير جدا على النادي الاهلي، احساس بالانتماء والاحساس بالامتنان كمان، ردا على مقوله ولاد النادي مش ولاد النادي، الجمله اللي اي حد بيحب النادي الاهلي يكره سماعها، لانه ممكن اقول لكم عشرات النماذج شديده الاخلاص للنادي الاهلي. هلا بتشوف هاني العجيزي قال ايه؟ هو ما بطلش في الاهلي، ده كمل بر. ما تشوف كابتن شريف عبد الفضيل قال ايه؟ وقال ايه كذا مره، وده برضه ما بطلش في النادي الاهلي، كمل بر. ما تشوف الكابتن اينو قال ايه وعمل ايه وبرضه ما بطلش في النادي الاهلي. شوف كل الناس اللي كانت موجوده في النادي الاهلي قالت ايه على النادي الاهلي بعد ما سابته، وشوفوا الناس اللي جت للنادي الاهلي من بره وبطلت فيه وفضلت حاسه بهذا الامتنان للنادي الاهلي عامل ازاي. ويخاملهم بقى بعض النماذج معدوده على الصابع اللي هي انت هتلاقوا في الحالتين في شواذ، في الحالتين في حالات شاذه، في الحالتين هتلاقوا في ناس كانت شديده الانتماء من ولاد النادي، وفي اكم من ابن عاق، ده وضع طبيعي. وفي نفس الوقت في ناس كتيره جت من بره نجحت وعملت نجاحات كبيرة جدا واحتفظت للأهلي بالفضل والقيمة والامتنان، وفي ناس طبعا أقل من كده بكتير، والحلقة الجاية في بعض النماذج للحالات الأقل ديت. لكن عايز أقول لكم أنه عماد النحاس على ذكر ما يتعرض له الأهلي من أخطاء في التحكيم بتضيع بطولات، شفت اتحاد الكورة بقرار في 55 ضيع بطولة الأهلي كان خلاص قاب قوسين أو أدنى منها. كابتن عماد النحاس عمل حلقة هايلة مع كابتن إسلام الشاطر بحييه عليها، إذا كان إسلام أو عماد، لأن الاثنين برضو من اللي شاركوا في صناعة الفترة الذهبية للأهلي مع مانويل جوزيه. عماد النحاس تذكر ما حدث مع عبد الرحيم العرجون الحكم المغربي اللي أدار أو أضاع من الأهلي لقب حقيقي وقيمة كبيرة جدا، إنه يفوز بدوري أبطال أفريقيا. الأهلي يحصل معاه اللي حصل في مباراة الذهاب في تونس مع النجم الساحلي، ويتم إنذار محمد بركات عشان يغيب، وإهدار ضربة جزاء حقيقية للأهلي. آدي قولوا لي دي مش ضربة جزاء إزاي؟ أهي. طيب آدي ضربة جزاء. ده إداله إنذار عشان ما يلعبش الماتش عشان يغيبه عن ماتش العودة. متوصي. كمان يعني. أهو. وعماد النحاس لفت نظري انه الحكمين كان اخر مباراه ليهم، الاثنين ما شاء الله بيتكرموا. ايوه. حكم الذهاب وحكم الاياب. طيب ادي بركات. اتفضلوا. طيب. اهي. اعاقه صريحه سليمه اهي. الشرطه تشد حتى وهو يعني مش عايز تحسبها، ما تديش انذار. احتسبتها سيميوليشن ليه؟ يعني هو ده هو يكمل ويجيب جون. ماتش القاهرة بقى الحكم عبد الرحيم العرجون. يعني اللي حدث العرجون تفوق على السيد فتحي. حكم بتاع الإسماعيلية. بتاع الإسماعيلية اللي حكم ماتش الأهلي والشرطة. لا السيد فتحي تفوق طبعا. حقيقة لأنه حسب ضربة جزاء وهمية وتغاضى عن ضربتين جزاء ولغى جون صحيح. يعني الكابتن عبد الرحيم العرجون أدار مباراة العودة. الغريب جدا أهي دي في قطن الكاميروني في نهاية البطولة اللي بعديها 2008. بركات عدق في نفس المنطقة. بصوا بقى الحكم عن الحكم. الحكم ده كان جزائري أعتقد. اهي بركات نفس اللعبة. انا كنت موجود في جروه في المباراه دي. نفس اللعبه وتقريبا في نفس المكان في منطقه ال 18 طبعا، ونفس اللاعب وبره الارض ونهائي افريقيا، لكن حكم جزائري اعتقد جزائري كان عنده من الـ 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 الامانه انه يصفر ويحسب. والمباراه ديت عيسى حياته، جروه ديت معقر عيسى حياته ومقر نادي القطن. القصر بتاعه بينه وبين ملعب القطن ده امتار، والفندق اللي نزلنا فيه كهف فقير جدا. كابتن حسن بعت له عيسى انه يستضيفه عنده في القصر، مرضيش.
قال له انا رئيس بعثة وهفضل موجود مع اللعيبه. كنا قاعدين في كهوف يعني، يعني كانوا كل اعضاء مجلس الاداره وقتها موجودين، وفضل موجود في اقامه شديده ال لا كابتن حسن التواضع. استاذ اداره طبعا فضل موجود مع الفرقه. فالحكم ده يحسب له انه يحتسب ده وعيسى حياته والحكومه الكاميرونيه في المدرج رئيس الاتحاد الافريقي، بس ده الحكم لما يبقى فير فعلا وامين على ده. عماد النحاس اتكلم على ما حدث من عبد الرحيم العرجون، اهي شوارب عايز يقارن بين الحاجتين، بركات هنا وبركات في القطن الكاميروني. الحكم عبد المنعم الوسطى بيقول لي جمال حمودي الجزائري، فاذا كنا بنلوم الحكم بتاع العرجون وحكم الذهاب، جمال حمودي الجزائري يستحق التحيه لشجاعته. حكم تونس كان كاميروني. طيب وادي هنيجي بقى الاول لكلام عماد النحاس، لانه لما هتسمع كلام عماد النحاس هنرجع نشوف الاخطاء التانيه ديت، الاخطاء العرجونيه. انا فاكر ان احنا ساعتها كتبنا انه التحكيم الافريقي عاد كالعرجون القديم، لانه حتى العرجون القديم لا الحقيقه الحقيقه اللفظ اللي ذكر في القران ال- 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 العقف بتاع النخله الناشف اليابس، عارف الحاجه اللي بقت ملهاش قيمه، ده اللفظ العرجوني. فانت التحكيم الافريقي في المباراه ديت ما حدش يقدر يفسر اللي حصل، لكن عماد النحاس جمال الغندور قال له سبب. نفكركم عماد قال ايه نقلا عن جمال الغندور في سبب تحامل العرجون غير الطبيعي على الاهلي. السيناريو اللي هنا هو اللي كان غريب، كان غريب جدا. والعند انا بص برضو من الكواليس وكابتن جمال الغندور موجود، اتقابلت انا هو بعد بطوله 2007 بفتره، وكان هو قابل العرجون وكان بيساله ليه انت يعني كنت متحامل على النادي الاهلي. قال له بسبب الجمهور، انا بتشتم من قبل ما المباراه تبتدي، الناس بتهاجمني من قبل المباراه، من قبل ما اعمل اي حاجه. يعني هو قال كده، ده راجل يعني غريب جدا ان هو يقول لا ده انا بقول لك ده الكابتن في حاجه اسمها يعني الجمهور عشان كان الشتيمه، كل جمهور في كل العالم بيعمل كده بيضغط على الحكم. هو الغندور شخصيته انه العرجون العرجون شخصيته انه متعجرف حتى هو متعالي وطريقه صفارته وجريته بتاع، فهو من يومه ممكن يكون الاسباب دي فعلا تقود صفارته. بص الاخطاء مساله واضحه، هو مش هو خلاص يعني. بص ابو تريكه بيقول له ايه ليه حرام مش بتشتمه وبقابلوني. ايوه ودي برضه عايزين نتكلم فيها، بس الاول نفكركم بالاخطاء فعلا اللي كانت غريبه جدا. اهي اتفضلوا بصوا ده بنالتي في المزاح بالكوره ده طب خد دي بص بقى ديت ازاي ما تتحسبش، خلاص هو اللعيبه متامنه اهي ووراها هو يعني ما عندوش اي مبرر انه ما يحسبش غير اللي هو قاله لجمال الغندور نكايه في الجمهور اللي بيشتمني من اول مباراه. هل الى هذا الحد يا باشمهندس الحكم ممكن يتاثر من الجمهور فيخالف ضميره بالشكل العرجوني ده؟ اتفضلوا بصوا مش ممكن اهي. يعني خدوا بالكم الاهلي متعادل هناك، يعني هنا ثلاث ضربات جزاء وطرد عماد النحاس بعد كده. طبعا شوفوا الالقاب اللي بتضيع اهو، اللي بيتكلموا على زقه في ماتش الجيش وماتش مش عارف مين، والكلام الفارغ اللي يدور للاهلي على اي تحسيس. بطوله افريقيا بتضيع، نهائي افريقيا. لا احنا ضعنا ثلاث نهائيات طبعا بالتحكيم، التحكيم الفج. عماد قال في الحوار ده ان مانويل جوزيه قبل الماتش قال لهم خدوا بالكم الاتحاد الافريقي مش هيسمح ان احنا ناخد الثالثه، فلازم ناخد بالنا ونركز اكتر. بلاتر في كاس العالم، في كاس العالم قال لك اخر اولا بعد ما قال في ماي فيفرت كلاب والكلام الكبير ده اللي هم معناه انه ما عندكوش الا الاهلي، قال لهم كده. هو ما فيش غير الاهلي في القاره دي ولا ايه؟ فحسوا ان هو لا كده احنا بنقول ان مفيش مستوى. طيب
دي اللي قالها عماد النحاس. كمان مانويل جوزيه ودوره، الكلام ده مهم جدا يا جماعه للمدربين وللعيبه. عماد النحاس كان اتكلم في موقع او لو موقع في الجول قبل كده عن اهم محاضره مانويل جوزيه عملها، ما اتكلمش في الكوره لكن لمباراه الصفاقس اللي كان هدف ابو تريكا الشهير التاريخي فيها كان الاسبوع اللي فات ذكراه الخالده طبعا. عماد تذكر انه دي اهم محاضره فنيه اتعملت ما فيهاش كلام في الكوره. نفتكرها. مستر مانويل جوزيه طبعا صعب ان انت تعمل لك محاضره قبل ماتش ب 15 يوم، محاضره في اوضه اللبس بعد المباراه، الفريق صفاقس احتفل في اوضه اللبس احتفال غريب جدا وكانه خد البطوله، فهو خارج من الملعب، انا ما كنتش من اللعيبه المشاركه لكن كنت من اللعيبه اللي واقف على الباب وشايف الامور بعناية، محدش حكى لي. هو دخل اوضه اللبس الاول استاد القاهره، واوضتين اللبس كانوا قريبين جدا من بعض، فلما دخل ما دخلش اوضه اللبس اللي هي المفروض انت طالع من الملعب على شمالك اللي هي الاوضه بتاعتنا، لا دخل الاوضه اللي على اليمين بيتكلم مع فريق الصفاقس بيقول لهم انتوا بتحتفلوا هنا والمباراه لسه ما انتهتش، احنا لسه في مباراه ثانيه عندكم، احنا هنيجي هناك هنكسبكم. ولف ودخل الاوضه، راح مجمع اللعيبه، كل اللعيبه قفل الباب، ولا انا دخلت الاوضه، الناس دي بيحتفلوا هنا. وده في الكوره مش مظبوط، احنا من النهارده هنستعد ان احنا نروح نكسبهم هناك، وانا باثق فيكم ان احنا نقدر نكسبهم في ملعب. انت كلعيب وانت طالع من الملعب حزين ان النتيجه كانت صعبه جدا، نتيجه 1-1 في المباريات دايما اللي فيها ذهاب وعوده بتبقى صعبه جدا، ان انت تطلع تشوف المدرب بتاعك عنده الحماس ده وعنده الثقه فيك ان انت تقدر تكسب وتروح تكسب في تونس، وكان المباراه في ملعب رادس، وانت عارف ملعب رادس كمان ملعب كبير غير ملعب الصفاقس، ودي يمكن من الحاجات الحمد لله اللي كانت خدمت النادي الاهلي بشكل كبير. ورغم الغيابات اللي كانت موجوده في الفرقه في التوقيت ده، عماد النحاس كان مصاب واحمد السيد كان مصاب ومحمد شوقي خد الانذار الثاني، وبركات في المباراه دي كان مصاب لانه كان راجع من اصابه ورجع بقى مصاب ثاني. وشوف تشكيل المباراه وشوف الاداء اللي حصل وشوف ترتيب الراجل وتركيزه في خلال ال 15 يوم وتوفيق ربنا في المباراه وتوقيت الجون وتوقيت المكسب، ورغم ان في المباراه دي دخل فينا هدفين والاثنين اتحسبوا تسلل، وتوقيت الجون نفسه ان انت بعد من المباراه بتنتهي في الدقيقه 92 او 93 في كوره طويله من شادي وتتلمس مره واثنين وتنزل على رجل تريكا تقدر تجيب جون مكسب، فسيناريو انت توقعته من 15 يوم ولعبت عليه من 15 يوم وحددت كمان اللعيبه وطريقه اللعب والشكل بقى كل الكلام في المباراه، كل الكلام كان في المكسب. انا بقول لك محاضره، مستحيل ان انت النهارده حتى لو عدى على الكلام ده 13 او 23 او 43 مستحيل تنسى شكل اللعيبه كان عامل ازاي، حماسنا في اوضه اللبس كان عامل ازاي، الحماس اللي كان بيتكلم بيه والثقه الكبيره كان بيتكلم بيها مستر مانويل جوزيه في اوضه اللبس كان عامل ازاي. شفت اللحظات التاريخية بتصنعها أفكار. عماد النحاس بيتذكر اللحظة المهمة جدا إزاي مانويل جوزيه عبقرية تعامل مع فريق متعادل هنا تقريبا بيفقد البطولة لمباراة العودة. دي المحاضرة المهمة جدا اللي الراجل هيئ اللعيبة، لكن يبقى عماد النحاس واحد من النماذج المهمة جدا في مشوار هذا الجيل الذهبي يا باشمهندس، وأكيد قصته طويلة. الكابتن عماد النحاس شأنه شأن كابتن أحمد حسن، شأنه شأن كابتن سيد معوض، هو من الصعيد أعتقد أنه من مغاغة. مغاغة كان الأهلي برضو عايز يضم، وطبعا دكتور عمارة الراجل قال لك أنا كان بيعمل برضو وجهه إلى الإسماعيلي، لكن هو في النادي الإسماعيلي رحت أنا وكابتن الخطيب في موسم قبل ما جيلنا كابتن بركات وكابتن عماد قبليها بفترة انتقال قبلها بسنتين، اتفقت أنا وكابتن الخطيب نروح للأستاذ إبراهيم عثمان مهندس إبراهيم عثمان مكتبه ونقول له عايزين نشتغل مع بعض بشكل مباشر، أنت هنقول لك احتياجاتنا إيه وأنت تقول لنا أقدر أسيب مين وأبعد عن مين وشوف أنت عايز مني إيه. قابلنا المهندس مدحت الورداني وده راجل زملكاوي اسماعيلاوي قح، دخلنا المهندس ابراهيم عثمان، الراجل انبسط من الزياره وقال هي دي العلاقات المحترمه وبتاع، اتكلم انتوا عايزين مننا ايه؟ قلنا له اوتاكا بركات مع الاحتفاظ كلهم كباتن كبار عماد النحاس.
كانوا عقودهم عماد كان عقده بيخلص والاثنين التانيين كانوا المفروض ان هنشتريهم يعني. فهو بذكاء طبعا مفهوم قال لا عماد ما عندناش غيره فابعدوا عنه لان ده كان اسهل واحد ده تقول له ما تمضيش يجي لك. طيب قال وانا جاي لي عروض فوق تاكا ما عنديش مشكله لو جت العروض نتفق وتدفعوا نفس الفلوس والولد لو عايز يجي لكم. هو كان خد اوتاكا من المقاولين ساعتها كده هو خد هديه وسعد عباقي هو خد هديه ايوه خد هديه عرب وبعدين قال لهم سيبوه لي بقى. اوتاكا يعني ما كانلوش نادي المقاولين جابوا من على الشواطئ ده وكيل جابوا هنا لف بيه كام نادي لف بيه كام نادي. المهم يعني اوتاكا راح قطر وكابتن بركات راح رايح السعوديه اهلي جد وبعدين عماد راح كابتن عماد طبعا كان في كلام انا كنت بتواصل وبتاع وبعدين كلمني قال لي انتوا النهارده ايه القعده عملت ايه قلت له بصراحه حصل كذا 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 فانت عايز ايه خلينا برضو في الاخر فقال لي طبعا انا عايز اجي النادي الاهلي قلت له انت اتعرض عليك من الاسماعيلي عرض كويس قال لي عرضوا عليا عرض كويس قلت له اقبله اقبله واحنا متفقين معاهم ان يعني على ما يقدروا يجيبوا سيرد باك يبقى نقدر ناخدك بعدين منهم بيع وشراء السنه الجايه اللي بعديها ما حصلش بقى اتفاقات بعديها لحد ما هو راح السعوديه وخدناه من السعوديه ما حدش بيذكر المواقف دي يعني انا لو قلت له ما تمضيش يعني كان خلاص هيجي النادي الاهلي قلت له والله اللي حصل واحنا الحقيقه ادينا كلمه ف ما عندك مشكله ناجل قال خلاص بما ان قلت له بس مرضي الحمد لله قال لا مرضي مديني عرض كويس خلاص عماد محترم يعني جدا وراجل بتاع كلمه وهو حكى حتى لما قال لي انا هاجي لك ثاني يوم مش همضي النهارده استغربت وعايز يثبت هو فسرها عشان ان انا قلت له يعني طب اما يجي الكابتن الخطيب انا ما اعرفش هو اتفق مع الخطيب على ايه فقال لي يعني قال خلاص اما اسال وانا حمضي بكره جالي في نفس الميعاد ومضى وعمل فتره ذهبيه لعيب من صناع اللعب من الخط الخلفي طيب الاهلي هيسافر لتونس ان شاء الله 26 نوفمبر زي ما قلت لكم هيستعد لمواجهه النجم الساحلي تتجدد المواجهات بعد كل هذه السنوات 29 شهر ده الاهلي هيبدا منافسات دوري الابطال في المجموعه او في الجوله الاولى من دوري المجموعات قرعه دوري المجموعات في دوري الابطال الناس نسيت سدت ال 40 دي سدت النفس 40 يوم ربنا يستر على التوقف ده عمل ايه في فرقه الاهلي طبعا وانت داخل كمان وربنا هتلعب ماتش الجونه وتسافر وربنا يستر على الاصابات وربنا يستر يعني مرحله فعلا يتحد يا كوره شوفوا المدربين اللي زعلانين مدربين المنتخب اللي انتوا وقفتوا الدوري وبعدين انت كمان عامل لي يعني الماتش بره القاهره في الجون يعني ارهاق سفر وهيروحوا بلبسهم عشان يسافروا من بره على تونس ربنا يستر نفكركم انه المجموعه ديت للاهلي فيها النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي دي المجموعه الثانيه اللي على راسها الاهلي اللي ان شاء الله تعالى دوري الابطال السنه دي هدف رئيسي ومرصود نتمنى الظروف تبقى طبيعيه نتمنى الاتحاد المصري يساعد الانديه اللي بتخوض في البطولات الافريقيه والعربيه من خلال جدول منظم محترم ومن خلال انتظام في المسابقه عشان المدربين تعرف تشتغل شغل فني بس وهو بس خلاص دهمنا الوقت دهم.
دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.